يرجع في مكانه الطبيعي، لكن ده البريفرال نيرف. ولكن لو الاصابه في جسم الخليه السيل بادي، سيل بادي لغايه السنه اللي فاتت ما كانش بيحصل لها ريجنريشن. هلا دكتور، كان سؤالي لأنه لما حكينا بالمحاضرة الماضية عن الأعصاب ترتيبها بالانتركوستال سبيس اللي هم الفين بعدين أرتري بعدين بالظبط. سوري الفين وأرتري بعدين النيرف، ليش النيرف كان هو أبعد إشي عن الرئة مع إنه بحاجة حماية أكثر من ال... صحيح، بس دي خلقة ربنا. احنا بنوصف خلقة ربنا، احنا ما عندناش تفسير هي اتعملت كده ليه. صحيح. وللعلم بس أنا قصدي الملاحظة اللي انت أغلب قلتيها السم دكتورة، الملاحظة اللي انت قلتيها ملاحظة سليمة للغاية. في احد الاجراءات الجراحية اللي بتتعمل للناس اللي عندهم بلورال افيوجن، او عندهم مية على الرئة او مية في الغشاء البلوري، ان بيتعمل لهم بذل للسائل اللي في الغشاء البلوري ده عن طريق حاجة بيسموها بذل، يعمل اسبيريشن، يدخل ابره في الانتركوستال سبيسز عشان يسحب الميه دي. فلما احنا بنديكوا انستراكشنز للاسبيريشن نقول لك ادخلي على الابر بوردر اوف ريب بيلو، مش على اللور بوردر اوف ريب ابوف. انت لازم لما تخشي بابره عشان تعملي بذل لازم تخشي جايدد. يعني ايه جايدد؟ لازم يكون في حاجه انت مرتكزه عليها عشان تخشي صح. زي اللي يعرف حد من الاهل في الجيش مثلا، اذا كان مجند او ضابط، الرمايه اللي بتدي نتائج مظبوطه لازم يكون رمايه مرتكزه، يعني ماسك البندقيه بتاعته مرتكزه على حاجه، قد يكون حائط، قد يكون تبه، قد تكون الارض نفسها. احسن كتير الرمايه وهو مرتكز من انه يمسك السلاح الناري اللي بيستخدمه ويستخدمه بدون ارتكاز. فعملية البذل اللي بتتعمل في الانتركوستال سبيسز، بنطلب من الطبيب اللي بيعمل البذل انه يدخل مرتكز على الضلع السفلي. الضلع السفلي لو انا مرتكز عليه الابره بتاعتي ممكن تضرب الكولاترالز. كان عندنا ثلاثه برضو تانيين، ارتري وفين ونيرف، ماشيين على الابر بوردر اوف ريب بيلو، كنا مسمينهم كولاترال برانشز. كولاترال برانشز يعني افرع جانبيه، لو حصل اصابه في الافرع الجانبيه بتكون اقل ضررا من الاصابات اللي تحصل في الافرع الرئيسيه. طب فرضا انا دخلت وضربت الانتركوستال نيرف الرئيسي، هيبدا العيان ده بيعاني من تنجلينج ونمنس ولوس اوف سنسيشن في الافكتد سيجمنت، يعني هيبقى عنده فراغ ما بين ضلعين هو حاسس فيه بصفه مستمره بتنميل وتخديل، وفي الحالات الشديده ممكن يكون عنده فقد في الاحساس في الانتركوستال سبيس ده، بس بيعوض بالزمن، بيرجع بعدها بفتره، ما بيفضلش كده فور ايفر. بس كان استغربت الترتيب. لا، هو الترتيب ده زي ما قلت لك، ده الترتيب الالهي، ده اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه، احنا ما لناش تفسير ليه، ولكن صح زي ما انت قلتي هو فعلا بيعرضه للاصابات. طيب شكرا دكتور. طيب السلام عليكم يا دكاتره. النهارده اخر محاضره من محاضرات الاناتومي في الريسبيراتوري موديول اللي احنا بداناه في اول الاسبوع. محاضرة النهاردة عادة زي كل الموديولز بنعمل فيها رابينج اب للموديول كاملا من الامبريولوجيكال بوينت اوف فيو، من الناحية الجنينية. محاضرة النهاردة ممكن يكون محتواها من وجهة نظركم كبير شوية، سلايدز كتير حبتين، انا حاطط فيها كمية صور كبيرة جدا 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 عشان تقرب لحضراتكم الفكرة قدر الامكان. علم الأجنة من العلوم اللي فيها قدر من الصعوبة عند عدد كبير من الطلبة لسبب بسيط للغاية، إن ما عندهمش قدرة على الإيماجينيشن، ما عندهمش قدرة على التخيل. أنا مش فاهم اللي مكتوب ده يتم ترجمته إزاي. فعشان كده المحاضرة فيها صور كتير خالص، هنتكلم فيها بالراحة جدا، هنقول معلومات بسيطة للغاية. في ثلاث فيديوهات بعتهم للسي آر بتاع الدفعة وطلبت إن حضراتكم تطلعوا عليهم. لو كان في إمكانية إنكم تشوفوهم قبل المحاضرة ده كان المطلوب. اما كانش هنبدا نبص عليها بعد المحاضره، ودول هيسهلوا جدا الامبريولوجي بتاع الريسبيراتوري سيستم. طيب عشان نبدا الامبريولوجي بتاع الريسبيراتوري سيستم، احنا نبدا نوصفه من اول منطقه الهيد اند لغايه لما نوصل للثوراسيك كيج. زي ما بدانا في الاناتومي وصفنا نوز، وبعد النوز نيزال كافيتي وفارنكس وتراكيا ولانجز، هنعمل نفس الكلام ده بالنسبه للديفلوبمنت بتاع الريسبيراتوري سيستم. وهنبدا بحاجه اسمها الديفلوبمنت اوف ذا نوز. النوز بتمثل الجزء الخارجي من الريسبيراتوري سيستم بتاعنا، الجزء الظاهر على سطح الجسم من بره، فده اللي عاده بنبدا بيه. طيب هل النوز بتتكون لوحدها؟ لا، النوز بتتكون جوه ستراكشر كبير جدا اسمه الفيس. انا عندي في الفيس ده ايه؟ عندي حاجات كتير قوي، عندي الماوث بتاعي، عندي ابر جو، لور جو، الاوبننج بتاعت النوز بتاعتنا النيزل بيتس او نيزل ناسترلز، عندي الاثنين اوربتس،
القصد ان النوز ما بتتكونش لوحدها، ده بتتكون في وسط مجموعه تانية من الاستراكشرز. طيب الفيس بتاعنا بيتكون من ايه؟ بيتكون من نيورال كراست درايفد ميزينكايم. مين النيورال كراست ده؟ كان مجموعه من الخلايا اللي كانت على سطح البيبي في الاكتوديرم بتاعه، وكان بدأ يحصل لها انفاجينيشن ودخلت تحت سطح الاكتوديرم ده، ولكن ما شكلتش النيورال تيوب بتاعتها. في شويه ميزينكايم درايف من هذه النيورال كراست سيلز بيعمل حاجه اسمها فيشل بروميننس. ايه الفيشل بروميننس؟ الفيشل بروميننس ده عباره عن نتوء يسبق البرين فاسيكل. ايه هي البرين فاسيكل؟ الفيوتشر برين بتاعنا. يبقى انا اللي بيحفز تكوين الوجه عندي هو الجزء الرئيسي من النيرفس سيستم الا وهو البرين. يبدا البرين ده يحفز الفيشيال بروميننس ان هي تبدا تتغير في الشكل وتدي الفيس بتاعها. طيب الفيشيال بروميننس دي بتتكون من ايه؟ من حاجه اسمها فرونتو نيزل بروميننس. فرونتو نيزل من اسمها جزء منها هيدي الفرونتال اسبيكت اوف ذا فيس اللي هو المنطقه بتاعت الجبهه، ومعاها النيزل بارت بتاع الوش اللي هو النوز والنيزل بريدج بتاعه. They boost for by proliferation of the mesenchyme ventral to the brain vesicle and constitute the upper border of stomatium. Stomatium ده اللي هو primitive mouth. On both sides of frontonasal prominence, النتوء اللي بدأ يكون قصاد البرين فاسيكل اللي هيدين frontal bone وجزء كبير من النوز بتاعتنا، هيبدأ يظهر اتنين lateral thickenings عندنا اسمهم nasal olfactory placodes. olfactory placode يعني ايه؟ يعني النتوء انفي، وده هنوريه لكم في الصور لاحقا. ده صورة بيبي في بداية عملية التكوين، حتى لسه شكله لم يكتمل، يدوب لسه الفولدينج بدأ يظهر. الحتة اللي حضراتكم شايفينها دي، ده المكان بتاع الـ future brain vesicle، دي الحتة اللي هيبدأ البرين بتاعنا ينمو فيها. وقصاد الحته بتاعت الفيتشر برين فاسيكل يبدا يظهر عندنا الفرونتونيزل بروميننس اللي احنا اتكلمنا عليه. ده الفرونتونيزل بروميننس. مين الفرونتونيزل بروميننس؟ ده الحته اللي هتدي جزء كبير من الجبهه بتاعتنا وهتدي معاها النوز. في نفس الوقت الفرونتونيزل بروميننس ده عامل الابر مارجنز بتاعت مين؟ بتاعت الستوموديم اللي هو الفيوتشر ماوث بتاعنا. تحت الفرونتونيزل بروميننس هيظهر عندنا اثنين اذر بروميننسز، واحده اسمها ماكسيلاري، واحد اسمه المانديبولار ارش، ده واحد من الفارنجيال ارشز اللي بتكون منطقه الهدى النك عندنا. هيبدا الثلاثه ستراكشرز دول يلفوا حوالين الاستوموديم عشان يدوا الفيس اللي بنتكلم عليه. الصوره دي بدانا نركز فيها على ايه؟ بنركز فيها على الريسبيراتوري اسبيكت بتاع الديفلوبمنت بتاع الفيس. انا اديت هنت سريع، قلت لك ان عندي فرونتونيزال بروميننس بتدي جزء كبير من الفور هات وجزء من النوز بتاعنا، عندي ستوموديوم اللي هو الفيوتشر ماوث، عندي ماكسيلاري بروسس ومانديبولار بروسس، الاثنين دول على جانبي الستوموديوم واسفل الفرونتونيزال بروميننس عشان تكمل شكل الفيس. طيب رقم اثنين كنا قلنا ايه؟ كنا قلنا ان الفرونتونيزال بروميننس دي يطلع فيها نتوء انفي، حاجه اسمها النيزل بلاكود. يبقى انا بدا يظهر عندي في الصوره بتاعتي ايه؟ بدا الفرونتونيزال بروميننس ده يظهر فيه نتوءين انفيين على الجوانب. ثلاثة وأربعة هنصبر عليهم، أو سي ودي هنصبر عليهم لبعد السلايد اللي جاي. عند الأسبوع الخامس تقريباً النيزل بلاكودز بتاعتنا بتنفاجينيت أو بتنغرس وتعمل حاجة اسمها النيزل بيتس أو بداية النوسترلز بتاعتنا. نوسترلز اللي هي فتحات الأنف العادية اللي احنا نعرفها. يعني إيه النيزل بيتس؟ يعني الحفر الأنفية. بعد ما كان عندي نتوء أنفي، حتة ظاهرة على الأكتوديرم من بره أعلى من سطح الأكتوديرم، لا ده بدأت تنفاجيني تنغرس من المنتصف بتاعها وتعمل نيزل بيتس. طيب لو انا جيت في قطعة عجين وغرست اصبعي في قطعة العجين بحيث انه غاص داخل قطعة العجين، الجزء اللي حصل له ديبريشن من الصباع بتاعي عادة بيحصل حواليه إليفيشنز من قطعة العجين المجاورة ليه. In so doing اثناء عمل النيزل بيتس they create a ridge، تعمل حد ناتئ عن سطح البيبي اللي بيتكون. A ridge of tissue، حد ناتئ من الأنسجة. Surrounds each pit، بيحيط بكل ثقب من الثقوب الأنفية. And forms what we call the nasal prominence، نتوء أنفي أو بروز أنفي. The prominence on the outer side of the nasal pit is called lateral nasal prominence. The prominence on the inner edge is called medial nasal prominence. الكلام ده بيترجم على هيئة ايه؟ على هيئة الصورة اللي حضراتكم شايفينها.
بداية برضو الصورة رقم A دي مجموعة الفارنجيال ارشز اللي بتتكون عندي، ده كده الفرونتونيزال بروميننس، انا لسه مش شايف وش، وده منظر الاستومالية. على جانبي الفرونتونيزال بروميننس بدأ يظهر عندي الحاجة اللي بنسميها نيزل بلاكود، النتوء الصغير اللي حضراتكم شايفينه ثيكنينج، بدأ يبقى أتخن سنة صغيرة وسمكه زيادة. بعد كده سي بدأ يحصل بيتنج، يعني ايه بيتنج او انفاجينيشن، بدأ يحصل انغراس او غرس في هذه المنطقة، وبدأ يتكون عندي حفرة أنفية نيزل بات. في نفس التوقيت اللي بدأت تتكون عندي فيه نيزل بيت بالانغراس اللي حضراتكم شايفينه، بدأت الأدجز بتاعت النيزل بيت تعلو سنة صغيرة عن السطح وتعمل حاجة اسمها نيزل بروميننس أو البروز الأنفي. يبقى أنا عندي نيزل بلاكود نتوء أنفي، عندي نيزل بيت حفرة أنفية، عندي نيزل بروميننس أو البروز الأنفي. الصورة اللي حضراتكم شايفينها دي كونت فيها مجموعة الثلاث ستراكشرز اللي عملتهم قبل كده ووصلت للنتيجة النهائية. طب ايه النتيجة النهائية اللي عندي؟ كان عندي هنا نيزل بلاكود بدأ يتحفر في النص ويعمل بيت، الحروف او الادجز بتاعت النيزل بيت بدأت تعلو عن السطح وتعمل البروز الانفي اللي اسمه النيزل برومنس. وجينا على النيزل برومنس ده وقسمناه نصين، قلنا لحضراتكم ان الجزء الخارجي من النيزل بروميننس اللي ملون باللون الازرق هنسميه اللاترال نيزل بروميننس، والجزء الداخلي من النيزل بروميننس اللي ملون باللون الاصفر هنسميه ميديال نيزل بروميننس. في نفس الوقت الاستاموديم بتاعي بدا حجمه يقل، ليه؟ لان عندي اللاترال اكستنشنز اللي كان اسمهم ماكسيلري بروميننس ومانديبولار بروميننس بدات تنكروتش على الاستاموديم. يعني ايه تنكروتش عليه؟ يعني تدنو منه، تقرب منه وتقلل حجم الاتساع العرضي بتاعه. يبقى انا عملت نيزل بلاكود تحولت لبيت حفره، الحفره عملت بروميننس، قسمت البروميننس للاترال بارت خارجي وميديال بارت داخلي. في الاسبوعين اللي يعقبوا المرحله بتاعت الفورميشن بتاعت النيزل بيت وبلاكود وبروميننس، يبدا يظهر عندي الماكسيلري بروميننس وذ انكريز ان سايز. طب الماكسيلري بروميننس دي بتدي ايه؟ بتدي جزء من التشيك بتاعنا والابر جو، بتدي الفك العلوي بتاعنا وجزء من النتوء بتاع الوجنه بتاعتنا. سيمالتينيسلي they grow medially، الاثنين ماكسيلري بروميننسز اللي جايين من الجوانب بتتحرك للداخل grows medially للجهه الداخليه compressing the medial nasal prominences towards the midline. الصورة اللي قبل كده انا كنت مقسم النتوء او البروز الانفي لحته زرقاء لبره وحته صفراء لجوه. الجزء الاصفر منها اللي بيمثل النيزل ميديال نيزل برومنس هيبدا يبقى كومبرست، يبدا ينضغط في اتجاه الداخل لغايه لما الاثنين يلزقوا في بعض في الميدل لاين. سبسيكوينتلي بالتبعيه ذا كليفت بتوين ذا ميديال نيزل برومنسز اند ذا ماكسيلري برومنس از لوست اند ذا تو فيوزد. ده مش الاثنين ميديال نيزل بروميننس بس بيلتحموا مع بعض، ده كمان الماكسيلري بروميننس اللي كانت بتزق عليها من بره كمان بتلتحم معاه. مش فاهم من الكلام ده؟ يبان في الصوره. احنا وقفنا عند المرحله اللي حضراتكم شايفينها دي، ادي الماكسيلري بروميننس في الجوانب، قلنا لحضراتكم بتدي الابر جو والتشيك بتاعنا، اس دي النيزل بروميننسز اللاترال الزرقاء والصفراء الميديال نيزل بروميننس. بيقول لك والله مع الجروث بتاع الماكسيلري بروميننس للداخل ميديالي تبدا تزق على النيزل بروميننسز دي معاها، ومعاها تبدا الميديال نيزل بروميننسز تقرب لبعض لغايه لما تلتحم ببعض نهائيا، وفي نفس الوقت الماكسيلري بروسيس اللي كانت جايه من الجوانب وبتزق عليهم هي كمان تلتحم مع اللاترال نيزل بروميننس، بحيث ان المنظر النهائي بالنسبه لحضراتكم يبقى بالشكل ده. يبقى اللاترال نيزل بروميننس جزء منها ماسك في الميديال نيزل، سوري الماكسيلري بروميننس اللي جايه من الجوانب، جزء منها ان دايركت كونتاكت وذ ذا ميديال نيزل بروميننس افتر فيوجن، والجزء الاكبر منها بيلتحم مع اللاترال نيزل بروميننس اللي كانت موجوده على الجوانب، ويبدا شكل الفيس الفاميليير اللي احنا متعودين عليه يظهر قصاد. يبقى انا دلوقتي كونت الاوتر نوز او الجهه الخارجيه من الانف بتاعتنا، لسه ما اتكلمتش عن نيزل كافيتي اللي موجود جواها. صورة تانية، ده سكاننج الكترون مايكروسكوب، ده بيبي بجد تمام، وده دايجرام عشان يوري لحضراتكم الستيجز المختلفة. بداية من الستيج الأولانية خالص، ادي الفارنجيال ارشز،
ادي اللي في النص الاستعماضيين فرونتو نيزال بروميننس اللي قلنا عليها النيزال بلاكودز اللي كانت موجوده في الجوانب. الستاب اللي بعد كده بدا يحصل عندي البيتنج، بدا يحصل البروميننس من الميديال والميدولاترال، ماكسيلاري بروسس تبدا تتحرك للداخل وتزق معاها النيزال بروميننس زي ما حضراتكم شايفين، نيزال بروميننس الميديال تبدا تلتحم مع بعض في المنتصف، والماكسيلاري بروسس اللي كانت جايه من الجوانب بتلتحم مع اللاترال نيزال بروميننس من الاعلى والميديال نيزال بروميننس من الاسفل. ادي هنا ادي الماكسيلاري بروميننس اللي حضراتكم شايفينها اللي بتعمل ابر جو بتاعنا، ادي اللاترال نيزال بروميننس والكليفت ده بيتقفل ليتر اون، وادي الميديال نيزال بروميننس اللي كان الجزء السفلي من الماكسيلاري بروميننس بيلتحم بيه. دي الحته الصفراء اللي في النص، ده الحته الزرقاء اللي في الجوانب، ده الماكسيلاري بروميننس اللي كان لونها تقريبا براون الى ريدش في الصوره اللي قبلها. يبقى بعدنا كده ان النوز بتاعتنا بتتكون من ايه؟ بتتكون من خمسه فيشل بروميننسز. طب ايه الخمسه فيشل بروميننسز دول؟ قال لك والله الفرونتو نيزال بروميننس اللي انا بدات بيها بتعمل النيزال بريدج. مين النيزال بريدج؟ ده مكان التقاء النوز بتاعتنا بالفرونت بتاع او البونز بتاعت الفرونت اوف ذا فيس. انا عندي الاسكال بتاعتي بتتقسم لكرينيوم وفيشل بونز. مكان التقاء النوز، النوز الخارجيه الحته الجزء الناتئ من الانف بالجزء الخارجي من عظام الوجه بتاعنا، ده المنطقة اللي بيطلق عليه النيزل بريدج. النيزل بريدج وجزء من النيزل سبتم أو الحاجز الأنفي بتاعنا ده بيطلع من الفرونتال بروميننس أو الفرونتو نيزل بروميننس. The merged medial nasal prominences provide the crest and tip. من الميديال نيزل بروميننسز دي الحتة الصفراء اللي احنا شفناها في الصورة اللي قبلها. دي تدي الكريست اوف ذا نوز. الكريست اوف ذا نوز ده اللي بيسموه اللي هو قمه الانف بتاعتنا والتيب بتاعتها الطرف بتاعها من الخارج. اللاترال نيزال بروميننسز بتعمل الايلا اوف ذا نوز. مين الايلا اوف ذا نوز؟ ده الغضروف الحلقي الصغير اللي بيلف حوالين الانف بتاعتنا من الناحيتين. يبقى اثنين ميديال نيزال بروميننسز، اثنين لاترال نيزال بروميننسز، واحده فرونتال او فرونتو نيزال بروميننسز. Prominence يبقى خمسة facial prominences بيشاركوا في تكوين النوز بتاعنا. The olfactory pit forms the nostril and then becomes deeper to form a blind sac بنسميها vestibule. كل اللي احنا اتكلمنا عليه في prominences دي تشمل ايه؟ تشمل النتوءات المحيطة بالثقب الأنفي أو التجويف الأنفي. كان بدأ عندي النيزل بيت أو الحفرة الأنفية كانت عبارة عن ثقب صغير بدأ يحصل في النيزل بلاكو. هذا الثقب بيتسع سنة صغيرة وبيعمل حاجة اسمها فيستبيول. ايه الفيستبيول ده؟ ده عبارة عن بلايند ساك، عبارة عن حرسة تجويف ولكن لا يؤدي إلى شيء، وده تحت النوز اللي بدأت تتكون عندي بالظبط. يبقى ده تاني مجموعة البروميننسز اللي اتكلمنا عليهم. الفرونتونيزل زي ما قلنا لحضراتكم بتعمل الجزء الأوسط، بتعمل منه البريدج بتاع النوز. الحاجة التانية الميديال نيزل بروميننسز prominences بتعمل الكريست والتيب بتاع النوز. اللاترال نيزال prominences بتعمل الغضروف الحلقي او الايلا اوف ذا نوز اللي موجوده على الجوانب. نفس الصوره اللي احنا شفناها قبل كده عشان نوريكم ايه في الاخر، نوريكم الحاجه اللي انتم شايفينها دي للبلايند ساك او الحاره السد او التكمله بتاعت النيزال بيت، عمل ثقب صغير خلفها او غرفه مغلقه خلفها لا تؤدي الى شيء. ده البريميتيف نيزال كافيتي، ده التجويف الانفي البدائي اللي بدا يكون تحت هذه النوز. يبقى تاني عملنا جدول صغير لخصنا فيه شويه الحاجات الصغيره اللي بتكون النوز. فرونتو نيزال بيعمل ايه؟ ماكسيلاري بيعمل ايه؟ الماكسيلاري ما بيشاركش في النوز شخصيا، انما الميديال واللاترال نيزال والفرونتو نيزال دول بيشاركوا في تكوين النوز بتاعتنا. وده ملخص للحاجات اللي contribute on the formation of the face، لان احنا قلنا في اول سلايدز ان النوز بتاعتنا ما بتتكونش لوحدها، ده بتتكون في وسط ستراكشر اكبر شويه اللي اسمه الفيس. دكاتره معايا لغايه الستاف اللي احنا فيها دي، في اي اسئله في اللي فات؟ اه معاك دكتور. تمام كله واضح دكتور. جميل دكتور، ممكن تعيد الاله؟ الاله دي ولا حاجه يا دكتور. الايلو اوف ذا نوز، انت انفك لو مسكت انفك دلوقتي هتلاقي ان في غضروف حلقي صغير بيحيط بالتجاويف الانفيه بتاعتك. مين الايلو اوف ذا نوز؟ هي اللاترال نيزال بروميننس. احنا كان عندنا حفره وحواليها بروز انفي، نصه الداخلي كنا مسمينه ميديال نيزال بروميننس لونه اصفر ونصه الخارجي الازرق. ببساطه شديده الازرق هو اللي بيعمل ايلو اوف ذا نوز.
عند الاسبوع السادس تقريبا النيزل بيتس، احنا خلاص خلصنا النيزل من بره، فاحنا بدانا ندخل على التجويف الانفي بتاعنا من جوه، دخلت جوه التجويف بتاع السكاب. عند الاسبوع السادس تقريبا النيزل بيتس بتاعتنا او الثقوب الانفيه بتاعتنا او الحفر الانفيه بتبدا تديبن كونسيدربلي. يعني ايه ديبن كونسيدربلي؟ يعني تبدا تتعمق بشكل كبير. partially because of the growth of the surrounding nasal prominences، جزء منها بسبب ان البروزات الانفيه عماله بتكبر بتكبر، فبالتبعيه الثقب اللي داخلها عمال بيكبر معاها، بجانب ان الانسجه المحيطه بتاعت الفيس هي نفسها بتكبر. ومعاهم كمان البنتريشن. يعني ايه البنتريشن؟ ان يبدا الثقب الانفي ده يخترق الانسجه المحيطه ويزود الحجم بتاعه شويه. يبقى انا عندي انف من الخارج وعندي تجويف انفي بدائي بيتكون في الداخل. التجويف الانفي البدائي اللي بيتكون في الداخل ده مفصول عن التجويف الفموي البدائي. يعني انا لو ببص على الصوره دي، الصوره دي شبيهه بكروس سكشن او ساجيتال سكشن او قطاع واخده في بني ادم في النص بالظبط. ده البريميتيف نيزل كافيتي، وده كده او التجويف الانفي البدائي، وده التجويف الفموي البدائي. حتى انا شايف حته من التنج وادي اللور ليب. فبيقول لك ان التجويف الانفي البدائي اللي بدا يتكون عندنا ده، البريميتيف نيزل كافيتي اللي بدات تتكون initially، بتبقى مفصولة عن الأورال كافيتي بأورو نيزل ممبرين، بغشاء يفصل التجويفين، فيطلق عليه كلمة أورو نيزل ممبرين ويخلي الاثنين دول منفصلين عن بعض. لكن later بعد فترة من عملية التكوين يبدأ هذا الأورو نيزل ممبرين يديسنتجريت، يبدأ يتلاشى يختفي، ويسبب ان البريميتيف نوز اللي كانت بتتكون عندي، اللي كانت غرفة مغلقة مش متصلة بحاجة، يبدا البريميتيف نوز دي تتصل بالتجويف الانفي الفموي مباشره. يعني بالبلدي كده دكاتره، الفم والانف بتوع الطفل ده بيبقوا فاتحين على بعض، تبقى اوضه واحده. يبقى ذا فيرست ات فيرست الاورونيزال ممبرين ده بيمثل الفلور بتاع النوز، ده فعلا موجود عند الجهه السفليه من التجويف الانفي بتاعنا. سيباريتس ذا بيت فروم ذا بريميتيف اورال كافيتي، فاصل الحفره الانفيه دي عن التجويف الفموي بتاعي. Then lately disappear forming primitive كوانا. جبنا سيرة كوانا دي قبل كده لما كنا بنتكلم فيها على النيزل كافيتي والمنطقة بتاعت الفارنكس، قلنا لكم في فتحة النيزل كافيتي في الفارنكس من الخلف كان اسمها posterior كوانا. This كوانا lies on each side of the midline and immediately behind the primary palate. الكوانا دي اللي هي ايه؟ اللي هي التجويف الانفي والفموي مع بعض. الاثنين دول يقعوا فين؟ يقعوا خلف البرايمري palate. مين البرايمري باليت؟ احنا كان عندنا فاصل عظمي ما بين النوز والماوث كان اسمه الباليت في المخ. كان في هارد باليت من الامام وسوفت باليت من الخلف. الهارد باليت الامامي ده بيتقسم حتتين، جزء امامي امامي خالص ماسك في الانسايزرز تيس او الاسنان القاطعه بنسميه برايمري باليت، وجزء خلفي بنسميه سكندري، وهنقول لحضراتكم ليه اتسمى برايمري وسكندري ليتر اون. صوره لطيفه جمعت اللي احنا بنتكلم عليه. انا خلاص كونت الانف من بره، انا مش محتاجها في حاجه، انا دلوقتي بتكلم عن نيزل بيت الحفره الانفيه. في البدايه الحفره الانفيه دي بتتسع بسبب تعمق النيزل بيت داخل الانسجه المحيطه، وبسبب النمو الزايد بتاع النيزل بروميننسز حواليها من بره. يفصل النيزل بيت او البريميتيف نيزل كافيتي عن الاورال كافيتي الاورو نيزل ميمبرين. ليتر هذا الاورو نيزل ميمبرين بيديسنتجريت وبيديسابير، ويسمح لي بفراغ متصل ما بين الانف والفم، وبعد كده يبدا الفراغ المتصل ده يرجع يتقفل تاني بالباليت بتاعنا هارد وسوفت، لغايه لما يقسمهولي لتو سيبريت سبيسز زي ما حضراتكم شايفين. يعني المرحله النهائيه تماما بعد اللي احنا فتحناه ده، ان انا هرجع اريكونستراكت او ارجع اعيد بناء هذا الباليت عشان يفصل لي التجويف الانفي اللي فوق عن التجويف الفموي اللي تحت. نفس الكلام ولكن في صورة ثالثة برضو توضح نفس المعلومة، اللي مش قادر يتخيلها في الصورتين اللي فاتوا موجودة في الصورة دي بنفس الكونتاكت. طيب later with the formation of the secondary palate. مين secondary palate؟ اللي حضراتكم شايفينه باللون البينكش أو اللون الريدش. أنا عندي primary palate ده اللي كنا قلنا لحضراتكم إن primitive كوانا تقع خلفه. مع الفورميشن of the secondary palate والديفلوبمنت بتاعته يبدأ يبقى عندي حاجة اسمها primitive nasal chamber. primitive يعني ايه؟ يعني بدائيه، ده كده التجويف الانفي البدائي بتاعي. والdefinitive quana will lie at the junction of the nasal cavity and the pharynx، المنطقه بتاعت النيزو فارينكس. مين الdefinitive quana؟
ده المكان اللي بيفصل ما بين النيزل كافيتي والاوروفارينكس من وراء اللي احنا وصفناه تشريحيا في محاضرة الفارينكس بكلمة posterior cuana. يبقى بدل ما كانت الكوانا دي كانت كل الغرفة المتصلة، قال لك لا ده الحتة اللي وراء اللي يتوصل فيها النيزل كافيتي بالاورال كافيتي منطقة الفارينكس حتة منها نسميها هذا posterior cuana. البارانيزال ساينسز او الجيوب الانفيه عباره عن ايه؟ عباره عن دايفيرتيكلي. يعني ايه دايفيرتيكلي؟ يعني نتوءات جانبيه اوف ذا لاترال نيزال وول من الجدران الخارجيه للتجويف الانفي اكستندز انتو ذا ماكسيلا اثمويد فرونتال سفينويدال، وتدي نيزال ساينسز باسامي كل واحده فيهم. عندنا ماكسيلاري اير ساينس ثمويدال وفرونتال وسفينويدال، دي عباره عن جيوب هوائيه بتغزو هذه العظام. They reach their maximum size during puberty. بيتفضل تكبر في الحجم لغاية لما توصل لحجمها النهائي عن سن البلوغ تقريبا. And contribute to the definition, definitive shape of the face. شكلها أو نموها بيدي جزء من الشكل النهائي للوجه بتاعنا. الناس اللي مثلا الوجنة بتاعتهم ناتئة شوية ممكن تكون ماكسيلا ساينس بتاعتهم كبيرة حبتين. الناس اللي الفورهاد بتاعتهم ناتئة شوية ممكن تكون فرونتال ساينس بتاعتهم ناتئة حبتين. القصد ان هي بتدي في الاخر او بتشارك في تكوين شكل الوجه بتاعنا في الاخر. طيب انا دلوقتي عملت ايه؟ عملت حاجتين. عملت نوسترل او فتحات للانف ونوز من الخارج. عملت النيزل كافيتي من الداخل وشفت اتكون ازاي. عشان اكمل النيزل كافيتي دي واقفلها تماما واروح على الستيب اللي بعدها، انا لازم اعرف هي انفصلت ازاي كنيزل كافيتي بروبر عن الاورال كافيتي بعد ما كانوا الاثنين عاملين كوانا واحده. قال لك والله انا عندي حاجه بتتكون اسمها برايمري باليت. مين البرايمري باليت ده؟ ده جزء من الميديال جروث بتاع الماكسيلاري بروميننس. مين الماكسيلاري بروميننس دي؟ دي اللي احنا كنا جبنا سيرتها اللي جت من الجوانب وزقت على النيزل بروميننسز الاصفر منها ولزقتهم في بعض. فقال لك ان هذا البرايمري باليت ده عباره عن جزء من الماكسيلاري بروميننس واتحاده مع الميديال نيزل بروميننسز. الاثنين لما يتحدوا مع بعض يعملوا على ديبر ليفل يعملوا هذا البرايمري باليت. يبقى بيقول لك ايه؟ ان هذه الماكسيلاري بروميننس والاثنين ميديال نيزل بروميننسز ميرج، يعني بتندمج نوت اونلي ات ذا سيرفيس، مش على السطح الخارجي بس، لا ده كمان على ديبر ليفل اللي بيعمل هذا البرايمري باليت. The structure formed by the two merged prominences اسمها intermaxillary segment. ما هي maxillary من ناحية maxillary من ناحية، بقى اسمها maxillary في النص intermaxillary segment. مين ال intermaxillary segment؟ الحتة اللي حضراتكم شايفينها. ده عبارة عن maxillary prominence واتحدها مع medial nasal prominence. ده في الآخر عبارة عن combined structure. ده مش حتة وحتة، دول حتتين بيلتحموا ببعض. طب الحتتين اللي بيلتحموا مع بعض دول وانا شايفهم من الخارج عاملين جزء من الشفة العليا، ليهم امتداد داخلي، هو ده اللي بيعمل البرايمري باليت. البرايمري باليت بتاعنا بيكون من ايه؟ من ثلاث حاجات. قال لك ان الانتر ماكسيلاري سيجمنت، الحتة ما بين الاثنين ماكسيلاري بروميننسز دول، بتدي ثلاثة كومبوننتس. ليبيال كومبوننت ده بيدي الفلترم اوف ذا ابر ليب. مين الفلترم بتاع الابر ليب؟ الحتة اللي في النص بالظبط في الشفة العليا بتاعتنا. انتوا عارفين هتلر كان له شنب صغنطوط كده تحت الانف بتاعته. الحته مكان شنب هتلر ده اللي في النص بالظبط ده، this is what we call the philtrum of the upper lip. رقم 2، نفس الانترماكسيلاري سيجمنت دي بتدي الابر جو كومبوننت، جزء من الفك العلوي بتاعنا يمثل المكان اللي بتطلع منه القواطع الاربعه الاماميه في الفك العلوي، الابر فور انسايزر تيز. والبلاتال كومبوننت الجزء اللي بيعمل سقف الحلق بتاعنا بيعمل triangular primary palate، بيعمل سقف حلق مبدئي أو أولي اسمه primary palate، شكله مثلث الشكل. The intermaxillary segment is continuous with the anterior portion of the nasal septum. ده كمان من intermaxillary segment اللي ادت حتة منها شفة وحتة منها أسنان وحتة منها heart palate، بتمتد داخل التجويف الأنفي وبتتصل في جزء منها بالحاجز الأنفي بتاعنا. الصوره اللي قصاد حضراتكم دي لطيفه شويه، دي بتبين لحضراتكم الانتر ماكسيلاري سيجمنت اللي احنا بنتكلم عليه. الماكسيلاري سيجمنت او بروميننس شخصين بيجي من الجوانب يزق على الميديال نيزال بروميننس اللي لونه اصفر، وفي الاخر الثلاثه يتحدوا مع بعض في النص. طب اتحاد الثلاثه في النص ده بيعمل ايه؟ بيعمل المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. عندي الماكسيلاري بروميننس اهي، عندي الميديال نيزال بروميننس في المنتصف، عملوا لي الفلترم اوف ذا ابر ليب الحته الوسطى من الشفه العليا بتاعتنا،
القواطع الاربعه الاماميه في الفك العلوي، انا الفك العلوي مقسوم حتتين، الجزء الاخضر اللي حضراتكم شايفينه والاصفر اللي في النص، القواطع الاماميه تطلع لي من الحته دي، والجزء المثلث اللي يليهم من ورا ده الجزء من البالت اللي اسمه البرايمري بالت او ده سقف الحلق الاولي، لان انا عندي سكندري بالت بيكون ورا. يبقى انا كده عملت النوز، عملت النيزل كافيتيز، فصلت جزء من النيزل كافيتي عن الاورال كافيتي لان انا عملت حته صغيره من البالت لسه بقيته عندي ما اتكونش. صوره كمان توضح لحضراتكم الكومبوننتس والديفلوبمنت بتاع البالت، نفس الكلام بس بصوره مختلفه. ادي الليب بتاعتنا او الفلترم بتاع الابر ليب، ده الابر فور انسايزر تيس اللي من الفك العلوي، ودي المنطقه بتاعه البرايمري بالت. يستكمل البالت او الجزء الامامي من البالت ده جزء تاني خلفي منه بيطلق عليه سكندري بالت او سقف الحلق الثانوي طلع بعد الاولاني. The main part of the definitive palate is formed by two shelf-like outgrowths from the maxillary prominence. يعني نفس المكسيلري بروميننس اللي كانت جايه من الجوانب يمين وشمال عشان تزق على النيزل بروميننسز وتلزقهم في النص، هتدي side extensions، هتدي نتوءات جانبية shelf like عاملة زي الرفوف. These outgrowths بيطلق عليهم palatine shelves أو الرفوف، palatine bone دي العظمة اللي بتشكل سقف الحلق بتاعنا، palatine shelves يعني الرفوف القادمة من هذه palatine bone. appears تقريبا عند الأسبوع السادس من development and directed obliquely downward on each side of the tank. يعني إيه؟ الصوره اللي حضراتكم شايفينها دي صوره كورونال سكشن. يعني ايه كورونال سكشن؟ انا قطعت قطع طولي في بني ادم بحيث ان انا اشوف جزء منه امامي وجزء خلفي. الكورونال سكشن ده مبين لي البريميتيف نيزل كافيتي، ده التجويف الانفي البدائي، شايف النيزل سبتم بتاعي موجود في المنتصف، وكمان شايف جزء من التجويف الفموي البدائي بتاعي، ده انا حتى شايف التنج موجود في النص، وشايف ان التجويفين متحدين مع بعض، انا شايفه كوانا كبيره قوي اللي كنا قلنا عليها البريميتيف كوانا اللي كانت موجوده عندي وتشمل الاثنين. فقالك ان الماكسيلري بروميننس لو احنا شاورنا عليها، لو احنا قلنا this is a maxillary prominence and this is a maxillary prominence اللي على الجوانب، بتبدا تبعت حاجه اسمها palatine shelves، الرفوف اللي حضراتكم شايفينها دي اللي اسمها palatine shelves. الاثنين دول في بني ادم طبيعي بيبقوا موجودين بالعرض بحيث ان هم يقفلوا التجويف الفموي عن الانفي بتاعنا بفاصل، لكن في بدايه تكوين الاثنين هذه البالاتاين شيلز تبقى دايركتد داونورد للاسفل، بيبقى كانهم عاملين زي كتاب مفتوح زي المنظر اللي حضراتكم شايفينه، انا كده قاعد جوه بق الطفل ده وهو لسه بيتكون وشايف البالاتاين شيلز بتاعته، يعني بيبقى كل واحد فيهم تقريبا نازل تحت اللسان، يعني اللسان ده تقريبا جوه التجويف الانفي بتاعنا من الاعلى. طب الستاب اللي بعد كده بيحصل فيها ايه؟ بيحصل الاتي، عند الاسبوع السابع يعني بعدها باسبوع the palatine shelves ascends، تبدا تعلو في مكانها to attain a horizontal position، بدل ما كانت مائله للاسفل تبدا تبقى عرضيه above the tongue and fuse، تبدا تلتحم، وباي ذا واي الفيوجن بتاعها بيبقى امامي خلفي، يعني تبدا تلتحم من الامام لغايه لما يتم التحامها في الخلف، forming the secondary palate، تعمل secondary palate وتفصل التجويفين الفموي عن الأنفي الاثنين تماما عن بعض. فين المنظر ده؟ والله ده انا في الصوره اللي فاتت انا كنت شايف الاثنين palatine shelves دول نازلين لتحت وشايف التنج بتاع البيبي ده وهو تقريبا جوه التجويف الأنفي بتاعه. اللي حصل ان الاثنين palatine shelves بتوعنا بداوا يريتين horizontal position، بدا موقعهم يبقى عرضي في التجويف الفموي بتاعي، ويبداوا يلحموا من قدام لورا، يعني يبدا soft palate او secondary palate بتاعي يلحم في البرايمري في الاول، وبعد كده secondary palate يمسك في secondary palate من قدام للجهه الخلفيه بتاعته من ورا. Anteriorly the shelves fused with the triangular primary palate اللي احنا شفناها، ويعمل حاجه في النص اسمها incisive foramen، حفره صغيره كده اتكلمنا عليها في الجنرال اناتومي لو حضراتكم تتذكروه، دي موجوده ما بين primary و secondary palate. At the same time, at the palatine shelves fuse, the nasal septum grows down and joins the cephalic aspect of the newly formed palate. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مع عملية التحام البالت بتاعنا بالprimary palate وبالsecondary palate للخلف،
يبدأ النيزل سبتم بتاعنا ده ينمو للأسفل ويجوين الأبر أند بتاع أو الكيفاليك بارت أو الجزء اللي في اتجاه الرأس من هذا البارت، يعني الجزء العلوي منه بمنتهى البساطة. يبقى في الآخر أنا فصلت التجويف الأنفي بتاعي حتتين، أدي واحد وأدي التين، وأدي النيزل سبتم ماسك في النص، وأدي السكندري بالت بتاعي قفل تماما التجويفين عن بعض بحيث بقى عندي أورال تحت ونيزل من فوق. يبقى أنا دلوقتي عملت نوز وعملت نيزل كافيتي وفصلت النيزل كافيتي عن أورال كافيتي اللي تحتها. Secondary palate بتاعنا two folds grow posteriorly from the edge of the palatine process to form the soft palate. من نهاية secondary palate العظمي، احنا عاملينه palatine process دلوقتي، ده عظم لغاية دلوقتي لسه ما عنديش عضلات، يبدأ يطلع منه مكون عضلي من الخلف بنسميه soft palate اللي حضرتك كلكم تعرفوا. The union of the two folds of the soft palate occur by the eighth week. الاثنين folds دول أو الثانيتين العضليتين دول بيطلعوا منفصلين وبيلتحموا عند الأسبوع الثامن تقريبا. The two parts of the uvula fuse in the midline during the 11th week. يعني soft palate بتاعنا بيلتحم عند الأسبوع الثامن، اليوفيلا أو اللهاء اللي في نهاية soft palate بتاعنا بتلتحم عند الأسبوع العاشر الحداشر صار. Unilateral cleft lip can extend up to the nose لغاية لما توصل للأنف بتاعتها. دي تلخيص لعملية الفيوجن بتاع secondary palate من أول مكان primary جاي من intermaxillary segment للsecondary اللي كان نازل تحت اللسان بتاعنا وبعد كده بيرتين a horizontal position وبعد كده بيقفل تمام. دي الأناملز اللي ممكن تحصل في حالة الincomplete fusion. البيبي الطبيعي بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده البالت بتاعه مكتمل تماما وفصل لي تجويف انفي عن تجويف فموي الاثنين مفصولين تماما، لكن لو في ماكسيلري بروميننس جايه من ناحيه وفيلد تفيوز مع الميديال نيزل بروميننس من ناحيه، ممكن تعمل حاجه من اكتر من حاجه. ممكن تعمل كليفت ليب بس، يبقى الحته بتاعه الفيوجن ما بين ماكسيلري بروميننس والفلترم من بره خالص هي بس اللي ما لحمتش. ممكن تعمله unilateral في ناحية واحدة وممكن تعملها bilateral يعني في الناحيتين. نلاقي الطفل عنده شفة أرنبية بيسموها بالعربي شفة أرنبية، إن شفته مشقوقة من ناحية one nostril فقط، this is called unilateral cleft lip، أو مشقوقة من ناحيتين bilateral cleft lip. المشكلة مش في كده بس، المشكلة إن cleft lip ده ممكن extend backward. يعني إيه extend backward؟ انا كان عندي لاين اوف فيوجن في الحته دي، كان عندي خط يتصل بيه الانتر ماكسيلري سيجمنت بالبالاتاين شالفز اللي كانت جايه من الجوانب. الخط ده كان بيمشي ما بين البرايمري والسكندري بالات وما بين الاثنين سكندري بالاتس، فممكن يبقى عندي كليفت ليب بس، وممكن يكون عندي كليفت ليب وكليفت بالات كمان، وممكن في الحالات الشديده بايلاترال كليفت ليب وبايلاترال كليفت بالات بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه، يبقى الفتحه الانفيه والتجويف الفموي الاثنين فاتحين على بعض زي ما كان بيتكون في بدايه التكوين خالص، ده لما ما لحموش باي شكل من الاشكال. النوع الاخير من الانوماليز بيبقى نوع من الانوماليز يختص بالفيوجن بتاع البلاتاين شالفز بس، يعمل لي كليفت بالات لوحده. يعني ايه؟ الجزء بتاع السكندري بالات بتاعنا اللي بدا يتكون يبدا ما يلحمش في النص او ما يلحمش السوفت بالت اللي طالع من وراء. تبان الحاجات ازاي دي؟ لو انت هتشوفها في عيادتك تبان كالاتي: تيجي تفحص بق مريض، تفتح بقه وتبص على الفارينكس بتاعه تلاقي اليوفيل بتاعته سبليتد. This is the least form of anomalies. يعني ايه least form؟ ده اقلهم من حيث الاضرار. ده بني ادم كده انت بتكتشفه بالصدفه ويوجوالي اسيمتوماتيك، ما بيشتكيش من حاجه، وبعض الحالات الشديده يعني بيشتكي من سنورينج، انه عنده شخير اثناء النوم، لان حجم اللهاي كلما زاد كلما كان عامل من عوامل اللي بتساعد ان البني ادم ده يكون عنده شخير اثناء اليوم، يعني اثناء النوم بتاعه. بيفيد يوفيلا، بيفيد يعني ايه؟ يعني منقسمه. This is an incomplete fusion. المفروض ان هم في الاصل كانوا منقسمين، لكن الانقسام ده بدأ يلتحم في النص ولكن بشكل غير مكتمل. كليفت ليب، احنا قلنا كليفت دي ليب دي سببها ايه؟ سببها ان الماكسيلري بروميننس دي ما قفلتش مع الانتر ماكسيلري بروميننس، ما عملتش انتر ماكسيلري بروميننس، ما مسكتش في الميديال نيزل بروميننس ولحمت فيها. فبقى الشق اللي حضراتكم شايفينه ده ظاهر هنا، والشق اللي حضراتكم شايفينه ده ظاهر الناحيه الثانيه. This is a bilateral cleft lip. طيب فرض انك في عيادتك جالك طفل عنده كليفت ليب او كليفت بالات، لازم تفتح بقه وتبص عليه، ما ينفعش تكتفي بدي من بره وتقول لا ده بسيطه هنصلحها له.
ليه؟ لان لو انت دخلت جوه شويه وارد انك تلاقي عنده كليفت بالات زي ما هنشوف في صور لاحق. ده برضو نفس الصور اللي احنا بنتكلم عليها، لو انت عندك الماكسيلاري بروميننس ما مسكتش لا في الميديال ولا في اللاترال نيزل بروميننس، بتعمل حاجه اسمها اوبليك فيشل كليفت. اوبليك فيشل كليفت ده عباره عن ايه؟ عباره عن شق يمتد من جانب الفم العلوي لغايه لما يوصل للانجل اوف دي اي. طب سببه ايه؟ سببه ان الماكسيلاري بروميننس دي ما مسكتش لا في الميديال ولا مسكت في اللاترال. النوع الثاني من الالوماليز اسمه ماكروستوميا. ماكروستوميا يعني ايه؟ يعني الماوث بتاع البيبي ده حجمه اكبر في جانب عن الجانب الثاني، لان برضو ما حصلش فيوجن ما بين الماكسيلاري والمانديبولار بروميننس دي على نفس المسافه في الناحيتين. مش دي القصه بتاعتنا النهارده، احنا بنتكلم على الكليفت ليب والكليفت بالات، بس هي موجوده في نفس الصوره. يبقى ده كده الكوزز بتاعت الانوماليز اللي حضراتكم شايفينها دي، ممكن نتقري بس احنا بنايدنتيفاي الانومالي ما بنتكلمش قوي في الكوز بتاعه. بيبي الصغير اللي حضراتكم شايفينه ده عنده كليفت ليب بالمنظر ده يونيلاترال، انا شايفها فاتحه في وان نوستريل، وده منظر الاطفال دي بعد ما بتتصلح، بتتصلح عادي جدا وبتبقى كويسه خالص، يا دوب بس بيسيب سكار صغيره في المنطقه بتاعت الابر ليب بتاعته، وبتبان عاده على هيئه لاين هير، يعني لاين اوف سكارين هير، يعني عاده بتبان في الذكور اكتر شويه من الاناث. لو الشارب بتاعه مثلا ظاهر او سايبه مربيه زي ما بيقولوا، ممكن نشوف خط من السكار القديمه داخل هذا الشارب. أنا عملي أكثر شدة شوية، أنا شايف bilateral cleft lip من ناحيتين، وده البيبي بعد ما تصلح حلو خالص وزي الفل. الأنوملي اللي بعدها أنوملي أشد شوية، أنا شايف عنده cleft palate، أنا شايف سقف الحلقة دي لسان البيبي ودي سقف حلقه، وده تجويفه الأنفي، أنا دخلت جوه مناخيره خلاص، دخلت من جوه، في حين أن الأنف بتاعته من الخارج سليمة تماما. أنا شايف شفته العليا مشقوقة، شايف الأبر جو بتاعه مشقوق، شايف سقف الحلق بتاعه مشقوق. Frontonasal dysplasia ده نوع من الأناماليز اللي يختص بالfrontonasal prominence نفسها، ما يختصش بالحتتين اللي تحت. Dysplasia يعني عدم تماثل في النمو بتاعه، وده جزء من سندرومات بتظهر أو أناماليز أكبر شوية، عادة بتشمل منطقة الفورهاد ومعاها كمان بتاخد النوز بتاعت البيبي ده. منهم زي ما حضراتكم شايفين، انا شايف حتى ايفن النوسترلز بتاعه البيبي ده والانف بتاعته مقسومه اتنين، ده ما التحمتش في النص خالص كمان. طيب دكتوره ساجا ممكن نرد على سؤالها قبل ما نكمل الريسبيراتوري سيستم. دكتور هسه بالكليفت باليت بيقدر يتعايش مع الطفل ولا لا؟ لا اصلا سؤال منطقي جدا. انا مشكلتي ايه في الطفل اللي عنده كليفت باليت؟ هي بتتصلح ولا لا؟ معلش خليكوا اسمعي، الدكاتره الشارينج اتقطع ولا شغال؟ شغال دكتور. شغال دكتور، بس انت طلعت من الفول سكرين. خلاص هيك تمام، هيك تمام، خليكوا معايا. طيب بصوا يا دكاتره، دلوقتي مشكله البيبي ايه اللي عنده كليفت ليب وكليفت بالات؟ ده كليفت بالات تحديدا ولا يشرب؟ اشمعنى؟ انه ما رح يقدر ياكل سنترين سريق قلب معه، عشان ايه؟ راح يطلع على انفه، صح؟ لا، انا عندي مشكله اكبر من كده. طيب ممكن انه الميوكوس ممبرين الموجود بالنوز ممكن يصير يدخل على الماوث، صح؟ الميوكوس ممبرين بتاع ايه يا دكتوره؟ بتاع النوز. هيدخل على الماوث؟ الميوكوس سكريشنز يا دكتور. لا 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 قلبك طبيعي. طب هل ممكن الموضوع هذا يكون دكتور ممكن يكون دخل بالنيزولاكريمال داكت انه ممكن ياثر على عين؟ لا خالص خالص خالص. بص يا دكاتره، انت اتولد لك طفل، انت دكتور اطفال، من مهام دكتور الاطفال انه اول ما سيده تولد في مستشفى طبيعي او قيصري ان دكتور الاطفال يمسك الطفل ده ويعينه يشوف اذا كان في مشاكل ولا لا. فانت مسكت طفل اول ما اتولد، بتبص في وشه لقيت عنده كليفت ليب وكليفت بالات ماشي لغايه زوره جوه، ده تخاف منه في ايه؟ لسه بيقول يا هادي، لسه نازل بيعيط رسمي، ما تقدرش تدخله اوضه عمليات دلوقتي، لازم على الاقل يرضع. الولد ده يعرف يرضع؟ دكتور ممكن انه بيأثر على الاكل انه مع التنفس لما ياكل، انه يعني هلا دكتور اللعاب ممكن اختناق. بص كل الكلام اللي انتوا بتقولوه ده كلام جميل قوي، بس انا اسالكم سؤال بسيط قوي عشان انتوا عمالين عندكم دريلينج، انتوا بعدتوا عن النقطه. الولد ده هيعرف يرضع اصلا؟ لا يعني دكتور ما رح يقدر يضم تمه. لا ليه؟
دكتور هو مش راح يعرف يرضع لأنه الايروي تبعه نفس نفس المكان البوكل منه. طب انا ولانه الشفه يعني لا نفسها لا لا مش مكتمله عنده. مالها الشفه؟ لو الشفه مش مسكره عنده ايه مشكلته؟ نفس حركه الانسان. دكتور دكتور عمليه الرضاعه، دكتور عمليه الرضاعه مين اللي تعتمد على السكشن؟ الله ينور عليك. ما راح يعرف يعمل سكشن. انا انس الشناقي. دكتور انس هايل ممتاز. ببساطه شديده الولد ده مش عارف يعمل سكشن اصلا. انت عشان تمسك شاليمو او تمسك يعني لو جايب عصير ومعاه ما اعرفش بيسموه ايه، مصاصه دكتور، سهل جدا، وبتحطها في العصير، انت لازم تعمل نيجاتيف بريشر داخل الفم بتاعك عشان تشفط. البيبي ده عشان يعمل نيجاتيف بريشر ده عنده فتحه في الشارع اللي هي التجويف الانفي بتاعه مرتبطه بالمعده. بلاش، انتوا عارفين في بعض الاحيان ممكن نستخدم في المنازل بتاعتنا ساكشن كابس كده بتستخدم كشماعات، تجيب شماعه وماسك فيها قطعه رابر او مطاطيه تضغطها في الحيطه تفرغ هواء وتقوم لازقه في الحيطه. طب هي ماسكه في الحيطه ليه؟ لان عملت ساكشن او عملت ليها قدره على التماس او الامتصاص للحائط بمجرد ما شلت الهواء اللي جواه. ولو انت عايز تشدها من الحيطه ببساطه اسمح للهواء انه يدخل ما بينها وبين الحيطه، هتلاقيها وقعت في الارض تاني. الطفل الصغير ده عنده مشكله رئيسيه في انه ما عندوش القدره انه يعمل نيجاتيف بريشر داخل الماوث، ما يقدرش يعمل ضغط سلبي داخل الماوث يسمح لهذا اللبن انه يتم امتصاصه. كل اللي انتوا قلتوه سليم، انه يدخل اللبن في تجويف الانفي ويسبب له مشاكل صح، انه يشرق فيه صح، ان الافرازات تبقى طالعه نازله ما بين الاثنين صح، كل الكلام اللي قلتوه صح. بس البيبي ده مشكلته الرئيسيه انه مش عارف يرضع من الاصل، مش عارف ياخد لبن في بقه من الاصل. ف يعني البرين ستورمينج ده من الحاجات اللطيفه اللي تخلي الناس تشغل دماغها، وصراحه انا مبسوط بكل الاجابات بتاعتكم، وفي الاخر انتوا برضو وصلتوا الاجابه المطلوبه. ممتاز يا دكاتره. هاي دكتور، ممكن سؤال؟ اتفضل دكتور. كيف ممكن تتعالج الحاله هاي اذا ما بقدر يمتص الان الحليب؟ كلام جميل. انا حابب فيكم انكم عايزين تطلعوا دكاتره. يعني انت عايز تطلع دكتور، انت ما بتكتفيش بالساينس اللي قصادك، انت بتدور على كلينيكال ابلكيشن. كلام جميل. البيبي الصغير اللي بيتولد بكليفت ليب وكليفت بالات ده بيركب له حاجه اسمها شيلد. شيلد يعني ايه؟ يعني درع. بيركب له سيليكون شيلد، حاجه من السيليكون كده بتتلزق مكان سقف حلقه، تمام، بتتحط على سقف حلقه من الداخل وبتسكر عليه، اكنه ان ارتفيشال بالات، اكنه سقف حلق صناعي. الحركه دي بنعملها اثناء الرضاعه علشان يقدر يكرييت نيجاتيف بريشر داخل الماوث وتسمح له بالرضاعه الطبيعيه لغايه لما جسم البيبي ده يكون فيت فور السيرجري، انك تقدر تدخله غرفه عمليات ووقتها تقدر تكمل العمليه بشكل جراحي. تمام دكتور، شكرا لك. دكتور ولو كانت كليفت ليب كمان ممكن يعني نعمل ارتفيشال ليب عن طريق السيليكون؟ لا، انت مش بتعملي ارتفيشال ليب يا دكتوره، انت بتسكري على الجزء المفتوح في الشفه. يعني احنا لسه واحنا بنقول انت بتاخدي عصير بمصاصه، انت شفايفك كلها مسكره حوالين المصاصه. لو انا جبت مصاصه تانية حطيتها في جانب الفم بتاعك مش هتعرف تعملي النيجاتيف بريشر. الغرض من وجود هذا السيليكون شيلد ان احنا نقفل التجاويف اللي موجوده في الفم بتاع البيبي ده. لو التجويف ده موجود في الشفه هنغطيه بالسيليكون شيلد، لو التجويف ده موجود في البالت من جوه بس هنغطي البالت من جوه بس. اوكي، it's custom made. يعني custom made يعني ليها أشكال مختلفة according للحالة. دكتور في حالة مثلا المشكلة يعني هي الأساس رح تكون في البلع، لأنه مثلا ممكن أعطي أصلا حليب لا 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 خالص، هو مشكلته مش في البلع، مشكلته في السكشن. طب لو أعطيته حليب مشفوط أصلا، يعني جبت مذر وأخذت منها الحليب وحطيته في البيبي، وحطيتيه فين في البيبي؟ في ثم البيبي بحيث يبلعه. هيبلعوا ازاي؟ يعني على اللسان دكتور، عن طريق التيوبيشن ممكن اعمل. عشان هيك انا بحكي لك ان المشكله انه هي مش بالسكشن تماما، انه ممكن اعطي حليب. انا يعني انا ممكن اكون اكبر منك شويه وعندي خبره عنك حبتين. لا، اللي انت بتقوليه ده مش هينفع. تمام اوكي. انت بتفكري بشكل منطقي، انت بتقولي هي مشكلته في عمليه السكشن، طب انا هدلقه له في بقه،
هجيبك اني جايب كوبايه كده وادلقه له. يعني اللونج تيرم ما بتزبط صح، انه يعني ماشي انك بدك تحط تيوب جوا وتاكله، بس بعد فتره هذا الاشي مش راح. لا ده مش تيوب، انت عارفه هي ما بتقولش تيوب، يعني في فعلا ناس بنركب لهم حاجه اسمها رايل تيوب، انبوبه هضميه تخش لغايه المعده. لا ده دي بتقول احنا هندلق اللبن على الـ على الـ على التم بتاعه على لسانه من جوه وهو هيبلع. لا مش هتحصل كده خالص. بالظبط هيختنق. انتي ما بتبيش عارفة كمية اللبن اللي داخله. بص يا دكتورة، هو احنا ليه بندي، انتوا عارفين الرضاعات بتاعت الاطفال، رضاعات الاطفال مقاسات، يقولك من سن زيرو لثلاث شهور هتلاقوا مرسوم على الرضاعة من بره ان الحلمة بتاعتها بتنزل نقطة، من سن ثلاث شهور لست شهور هتلاقوا ان الحلمة بتاعتها مرسومة على الزجاجة من بره، الحاجات النظيفة لما تدخلوا اي صيدلية كده روحوا على ساكشن بتاعت حديث الولادة وبصوا عليه، هتلاقوا من ثلاثة لستة بقت الحلمة بتاعت الرضاعة مرسوم جنبها ثلاث نقط، يعني معنى كده ان الفلو اللي طالع من الرضاعة بيزيد كلما زاد العمر. طب انت هتعملي كنترول ازاي على اللبن اللي بيتحدف في بق الطفل ده عشان الولد يعرف يبلع الكمية اللي تناسبه؟ ما هو الغرض من ان احنا بنخلي الرضاعة controlled release. يعني ايه controlled release؟ ان هي تسمح للبن انه ينزل ولكن بطريقة منظمة، احنا مش هنسمح لك غير بنقطة كل ثانية، بنقطتين كل ثانية، بثلاث نقط كل ثانية. الكنترول ده اللي ما يخليش الطفل يشرق في اللبن، ما ياخدش كمية لبن اكبر من احتياجاته فتقوم داخلة في اللارينكس بتاعته. فهو تفكيرك منطقي بس الابليكيشن بتاعه صعب قوي. دكتور ممكن أسأل سؤال؟ طيب أنا إحنا سألنا أسئلة كتيرة، ممكن أنا أستوقف الأسئلة واللي عنده سؤال يكتبه ونكمله في نهاية المحاضرة عشان نخلص المحاضرة بالنسبة لحضراتكم في توقيت مناسب؟ تمام. طيب خلصت النيزل كافيتي، النوز بتاعتنا فصلتها عن الأورال كافيتي، نبدأ نتكلم على ما تبقى منها. طب عشان نتكلم على الجزء المتبقي بنجيب سيرة إيه؟ بنجيب سيرة حاجة اتكلمنا عليها في الجنرال أناتومي، اللي هو ايه الدرافاتيفز بتاعت الاندوديرم بتاع الجسم. احنا عندنا الاندوديرم بتاع الجسم ده عباره عن الجزء الداخلي من البريميتيف ديسك اللي كان بيتكون، معمول كله من الاندوديرم، والاندوديرم ده كله بيخش جوه البيبي بعد عمليه الانثناء او عمليه الفوضل. الاندوديرم اللي بيخش جوه البيبي ده كنا قسمناه ثلاث حتت، جزء منه موجود في الجهه الاماميه بيعمل الفونجت او المعي الامامي، جزء منه موجود في المنطقة الوسطى اسمه ميدجت، وجزء منه ناحية الأرجل بتاعة البيبي كان اسمه هاينجت، ده اللي كان بيعمل كلواكة أو فتحة المجمع ما بين جهاز الهضمي والجهاز البولي بتاع البيبي ده. اختصارا ده كده الفولدينج بيبي اللي كان بدأ ينثني عندنا، والأصفر اللي حضراتكم شايفينه ده الاندوديرم الجات تيوب. الجات تيوب بتاعتنا الجزء منها اللي ناحية الرأس اسمه فورجت، الجزء منها اللي ناحية الأرجل اسمه هانجت، والجزء اللي في المنتصف اسمه الميدجت. طب احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لأن باقي جهازنا التنفسي اللي هو المنطقة بتاعة البلعوم، منطقة الحنجرة والتراكية ولغاية لما نوصل لللنجز، they are endodermal in origin. يعني ايه endodermal in origin؟ يعني الأنبوبة الصفرة اللي عاملة معمولة من الاندوديرم وعاملة الجات تيوب دي هيطلع منها extension diverticulum، عبارة عن بروز صغير أو عبارة عن برعم صغير يبدأ يدي جهازنا التنفسي. معظم الأجهزة اللي في الجسم بتبدأ تتكون عند الأسبوع الرابع من التكوين. When the embryo is approximately 4 weeks old, the respiratory diverticulum أو lung bud أو البرعم الرئوي appears as an outgrowth from the ventral wall of the foregut. يعني إيه الكلام ده؟ عند الأسبوع الرابع نبدأ نلاقي برعم للجهاز التنفسي بيظهر من الناحية البطنية للأنبوبة الهضمية بتاعته. ما هو البيبي اللي بيكون ده كده ظهره من ورا وده كده بطنه من الأمام، فبيقولك إن البرعم الرئوي ده يظهر من الجهة البطنية بتاعة هذه الاندوديرمال جات تيوب في منطقة الفورجت من الأعلى. The location of the bud، مكان البرعم الرئوي ده بيتحدد بإيه؟ بيتحدد بمجموعة من السراوندينج تيشو بتفرز growth factors بتinstruct الاندوديرم انه يبدا يطلع في المكان ده، حاجه كده رباني احنا مالناش يد فيها، تمام؟ بس القصد ان ده بيحصل بسبب signaling في المكان ده من الانسجه المحيطه بيه. The epithelium of the entire lining of the larynx, trachea, bronchi لغايه الالفيولاي، لغايه لما خلصت اللنج كامله، these are all endodermal in origin. يعني ايه الابيثيليوم؟
يعني الغشاء الطلائي المبطن للجهاز التنفسي بتاعك. الجهاز الطلائي او النسيج الطلائي المبطن للجهاز التنفسي بتاعك كله اندوديرمال انارج، كله من الانبوبه الصفراء اللي كانت عامله الجات تيوب. لكن انا جهازي التنفسي بيشمل ستراكشرز ثانيه غير الابيثيليوم ده. انا لو بصيت تحت الابيثيليوم الاقي ميوكوزا وسب ميوكوزا، وبعد كده الاقي شويه كارتلج، والاقي الكارتلج ده حواليه عضلات، والاقي كل الكلام ده ملفوف بكونكتيف تيشو وانسجه ضامه. قال لك ان كل ما عدا الابيثيليوم من الريسبيراتوري دايفرتيكولم جاي من السبلانكنيك ميزوديرم. يعني ايه سبلانكنيك ميزوديرم؟ الميزوديرم اللي بيكون الاحشاء الداخليه بتاعتنا، اللي يعمل الاستومك ويعمل الاسافجس وخلافه، هو اللي مسؤول عن الجزء العضلي والانسجه الانسجه الضامه والغضاريف بتاعه الجهاز التنفسي. في حين ان النسيج الطلائي بتاعه جاي منين؟ جاي من اندوديرمال اوريجين، الانبوبه الصفراء اللي احنا شفناها في الاول. Initially the lung bud is an open communication with the foregut. يعني في البداية البرعم الرئوي ده يتصل بشكل مباشر بالأنبوبة الهضمية بتاعتنا في منطقة الفورجت، عبارة عن حتة منها. ده كده منظر بيبي during عملية الفولدينج بتاعه. ده البريميتيف ستوموديم، دي مجموعة الفرنجيال ارشز اللي احنا كوننا بيها الفيس في الأول. ده كده الأنبوبة الصفراء اللي تحتها يبدا بدايه الفورجت بتاعنا، واللي انتم شايفينه ده الريسبيراتوري دايفرتيكولم اللي طالع من الفنترال سايد بتاعه. طيب when the diverticulum expands caudally two longitudinal ridges appear، بنسميهم tracheoesophageal ridges separating them from the forgut. الدايفرتيكولم اللي طلعت او البرعم الرئوي اللي طالع ده زي اي نبته بيطلع فيها برعم، البرعم ده لازم ينمو. البرعم الرئوي ده بينمو فين؟ بينمو في الاتجاه نزولا للاسفل. هو طالع في منطقه الرقبه يبدا ينمو نزولا للاسفل في اتجاه المكان الطبيعي للرئتين. اثناء نموه يبدا يظهر على جانبي ريدجز، نتوءات بنسميها تراكيو اوسوفاجيال ريدجز. تراكيو اوسوفاجيال ريدجز يعني ايه؟ يعني ما بين التراكيو وما بين الاسافجس. subsequently بالتبعيه when these ridges fuse they form tracheo esophageal septum. تبدأ هذه الريدجز تلتحم ببعض وتعمل فاصل متصل ما بين الأسافجس والتراكية، dividing it into a dorsal portion جزء خلفي اسمه أسافجس، وventral portion يعمل التراكية واللانجز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المنظر اللي حضراتكم شايفين، الأنبوبة الصفراء اللي احنا متفقين عليها من الأول ان هي endodermal in origin، ده كده الفور جات بتاعنا الجات تيوب، وادي الريسبيراتوري دايفرتيكولم اللي كانت طالعه من الفنترال اسبيكت او الجهه الاماميه بتاعتها، وده منظر الفارينكس بتاعنا او البريميتيف فارينكس، المنطقه بتاعه البلعوم البدائي بتاعنا، وده اللارينجيال انلت بيظهر على هيئه سليت او على هيئه شق صغير فيه. مع نمو الريسبيراتوري دايفرتيكولم ده للاسفل حتى او بدات اشوف فيه تراكيه، والتراكيه بدات اسم الاثنين برونكاي، هشوف ان بيبدا يظهر فاصل ما بين البريميتيف جات تيوب وما بين الريسبيراتوري دايفرتيكولم اللي اسمه الاسوفاجو او فارينجي اسوفاجيال ريدج. اوكي، ده اللي بيفصل ما بين الاثنين، ويبدا الريدج ده ينمو للداخل لغايه لما الاثنين يلتحموا مع بعض ويعملوا سبتم. وانس السبتم اتعمل يبدا الاثنين تيوبس ينفصلوا نهائيا عن بعض ويخلوا التراكيا واللنجز فنترال او للامام، والاسوفاجس بتاعنا دورسال او للخلف. نفس الصورة، ولكن احنا واخدين قطاعات في الانبوبتين بتوعنا، الانبوبة اللي اسمها primitive gut tube او four gut والrespiratory diverticulum، شايفهم الاثنين as one continuous cavity على هيئة حفرة واحدة متصلة او ثقبة او تجويف واحد متصل. بشوف tracheoesophageal septum والridges وهي بدأت تتكون. شفت بعد ما التحموا تماما وخلوا لي كل واحدة فيهم عبارة عن انبوبة منفصلة. Respiratory primordium maintains its connection with the pharynx through the laryngeal orifice. حتة respiratory primordium أو البذرة الرئوية أو البرعم الرئوي اللي أنا كنت شايفه من بره بيحافظ على اتصاله المباشر بالجات تيوب عن طريق اللارينجيال أورفيس اللي حضراتكم شايفينها، ودي قلنا إن شكلها سليت شيب في الأول. قبل ما نوصل بس لبقية التراكية هوري حضراتكم الأنوماليز اللي ممكن نشوفها في التراكية والأسافيجس. الانوماليز اللي عندنا شائعة جدا في عملية السيباريشن ما بين الاثنين حاجة اسمها tracheoesophageal fistula. tracheoesophageal fistula ده مجموعة كبيرة من الانوماليز مع بعض. يعني ايه؟ يعني تشمل tracheal atresia، sorry esophageal atresia.
الصوفيجيال اتريزيا يعني ايه؟ يعني الاسوفجس اثناء عمليه الانفصال دي بورشن منه انفصل لوحده وعمل بلايند اند او عمل غرفه مغلقه، والجزء الثاني منه عمل فيستولا او عمل ناسور وفتح جوه التراكيا. يبقى انا عندي تراكيا اوسوفاجيال فيستولا ده عباره عن سندروم كبير او متلازمه كبيره تشمل حاجات كتير قوي، تشمل ان ممكن الاقي ان الاسوفاجس قفل لوحده ما بقاش مكتمل ما بقاش عمود واحد، ممكن الاقي ان الجزء المتبقي منه شابك في التراكيا بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه، وممكن اشوف ايه كمان. باي ذا واي دي بتحصل تقريبا من 1 ل 3000 من اللايف بيرث، دي حاجه من الحاجات شائعه قوي، 90% منها بتحصل في الابر بورشن اوف ذا اسوفاجس اندينج ان ا بلايند باوتش، بيتقفل بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه، and the lower segment forming a fistula with a trachea. lower segment عامله ناسور مع trachea. will predominantly affect male infants. تحصل في الذكور اكتر منهم بالاناث بنسبه كبيره للغايه. دي الانماط المختلفه بتاعه الاوسوفاجيال اتريزيا وتراكيا اوسوفاجيال فيستولا. البيبي ده هيشتكي من ايه اول ما يتولد؟ هيشتكي من حاجتين. رقم واحد لو عنده اتريزيا هيشتكي من فوميتنج، واول ما يحصل له او اول ما يبدا رضاعه اي رضاعه هياخدها هيقوم مرجعها تاني، ما مش هيقعد في بطنه حاجه. طب لو انا عندي الانومالي التاني اللي يشمل عندي فيستولا، يعني ايه فيستولا؟ يعني ناسور، يعني اتصال اتنين كافيتس في بعض. الطفل ده هياخد اللبن من هنا هيخش جوه مساره التنفسي، هيبدا يكح مع الترجيع، اول ما يدخل جوه المسار التنفسي كحه شديد جدا للغايه، وفي الاخر هيرجع هو كمان. الانوماليز دي انوماليز مختلفه لنفس المسمى الرئيسي تراكيا اوسوفاجيال فيستولا سيندروم. تراكيال اتريزيا او ستينوزز يعني ايه؟ This is an uncommon anomaly، ما بتحصلش كتير قوي. Usually associated with one of the varieties of the tracheoesophageal fistula. In some cases a web tissue may obstruct the airflow بتعمل incomplete tracheal atresia. دكتورة حلا هنصبر بس على الأسئلة سنة صغيرة، أنا قلت لحضراتكم هنمشي في جزء لغاية لما نخلصه وهناخد بريك تاني نقعد نجاوب فيها على أسئلة لغاية نهاية المحاضرة. بس دكتور بدي أحكي شغلة، أنه السلايد اللي قبل الصوت كتير قطع وما لحبالك إذا ما سمعت شيء، ما بعرف إذا عندي الكل أو عندي، هل المشكلة عند باقي الزملاء؟ ما بعرف إذا عندي خلص بس ما حد تسجيل. طيب هل في حد كان عنده تقطيع في الصوت؟ لا الصوت منيح. أعتقد لما ينزل التسجيل يا دكتورة ممكن تستكملي الجزء ده، احنا كنا مندردش فيه دردشة بسيطة، هو بس مجرد التيرم بتاع الأنومالي وشكل الأنومالي عامل إزاي. اوكي تمام شكرا. كلمة تراكيال اتريزيا وستينوزز يعني ايه؟ يعني تراكيا تضمر في جزء ما من اثناء مراحل النمو بتاعتها وتتوقف عن النمو، ما يبقاش عندي تراكيا اصلا، تقف زي الاسوفاجس. كلمة ستينوزز يعني ايه؟ يعني يكون فيها ضيق. احنا معظم الحاجات اللي ليها اليومن عندنا في الجسم او ليها تجاويف داخلها زي الاسوفاجس زي الاستومك زي السمول انتستين زي التراكيا، في مرحله من مراحل النمو بتاعتها بيحصل فيها اوبليتريشن واوكلوجن، بتغلق تماما من الداخل ويرجع يحصل لها ريكانالايزيشن. يعني ايه ريكانالايزيشن؟ ترجع تتفتح مره كمان. فبيقول لك في بعض الاحيان لو حصل اوكلوجن وانكمبليت ريكانالايزيشن بتعمل حاجه اسمها انكمبليت او ستينو انكمبليت كلوجر، او بيسموها ستينوزس او ضيق داخل التراكيه، بتاثر على عمليه التنفس حسب مقدار الضيق اللي موجود عند البيبي. اللارنكس اللي احنا كنا اتكلمنا على بدايتها في اخر سلايد عندنا بتمثل الانترنال لايننج اوف ذا لارينجل. ذا انترنال لايننج اوف ذا لارنكس اوريجينيتس فروم ذا اندوديرم. التقطين الداخلي منها طالع من الاندوديرم بتاع الجاب تيوب، لانها طالعه من نفس البرعم الرئوي اللي كان اصلا طالع من الجاب تيوب. اتفضل يا دكتور. دكتور والله ممكن سؤال سريع؟ ما قلنا نخلي الاسئله في الاخر. طيب تمام دكتور، اصبر عليا اكتبه في ورقه ونتكلم عليه في الاخر. انا كده كده ما بمشيش قبل ما اخلص اسئلتكم. اوكي؟ فبنقول ان اللارينكس بتاعتنا بتطلع من الاندوديرم بتاع الفورجات بتاعنا زيه زي باقي الجهاز التنفسي. But the cartilages muscles originate from the mesenchyme of the fourth and sixth pharyngeal arches. على عكس التراكيه واللنجز بتاعتنا اللي احنا كنا قلنا ان الكارتلجز والمسلز والكونكتيف تيشو جايين من السبلانكنيك ميزودرم، اللارينكس بتتكون مع تكوين الراس والرقبه، بتتكون مع تكوين فارينجيال ارشز. فمجموعه الغضاريف ومجموعه العضلات اللي مرتبطه باللارينكس او الحنجره بتيجي من الفورث والسيكس لارينجيال ارشز، في حين ان الانترنال لايننج او الابيثيليال لايننج بتاعها هو نفس الابيثيليال لايننج بتاع الجهاز التنفسي كاملا، لان كلهم جايين من نفس الحته الاندوديرم بتاع الفورجات بتاعنا.
as a result of rapid proliferation of this mesenchyme, مجموعة الميزنكايم اللي مرتبط بالفورث والسيكس فارينجيال ارشز, اللارينجيال ارفس بتاعنا بيبدا يتشينج ان appearance from a slit sagittal T shape, من slit opening into a sagittal slit T shaped opening. يعني ايه؟ يعني المنظر اللي حضراتكم شايفينه وشفته في اخر سلايد سابقه, السليت او الشق اللي انتم شايفينه ده بيتحول لحرف T مع نمو الانسجه المحيطه باللارينجيال انلت, ويبدا اللارينكس بتاعنا يظهر شويه. بمعنى انا دلوقتي ببص على الصوره اللي شفناها في اللارينكس قبل كده, ده التانج بتاعي, ده التلت الخلفي منه, ده اللينج والتونسلز اللي احنا كنا قلنا لحضراتكم عليها, ده الابيجلوتس اللي لونه اصفر اللي انتم شايفينه, ده الاري ابيجلوتيك فولد اللي كان حوالين اللارينجيال انلت. طب لو انا شاورت على الحته دي والحته دي, دول كان اسمهم ايه؟ بايريفورم فوسا. كويس, ممتاز, البايريفورم فوسا. يبقى انا شكل اللارينكس اللي انا معتاد عليه مع النمو والفورث والسيكس لارينجيال ارشز يبدا يظهر عندي من شق على هيئه سليت شيب لمنظر التي شيب اللي احنا معتادين عليه في اللارينكس تايب. When the mesenchyme of the two arches transform into the thyroid and cricoid or arytenoid cartilages, the characteristic adult shape of the laryngeal orifice can be recognized. شكل اللارينجيال انلت ده بيكتمل امتى؟ مع اكتمال مجموعة الغضاريف الحنجرية اللي مرتبطة بالفورث والسيكس لارينجيال ارشز اللي احنا بنتكلم عليه. اللارينكس بتاعتنا at about the time that the cartilages are formed, في التوقيت اللي يبدأ يظهر فيه الغضاريف, بيحصل اللارينجيال epithelium اللي كان endodermal in origin من الاندوديرم بتاع الفورجات بتاعنا, proliferates rapidly. يعني proliferates, ينمو باضطراد, resulting in temporary occlusion of the lumen. الكلمة اللي جبنا سيرتها قبل كده ان الفراغ او التجويف الحنجري يبدأ يغلق بالأنسجة اللي عمالة تنمو باضطراد. Subsequently, بالتبعية, vacuolation, يبدأ يحصل فيه تجويف, recanalization, يرجع يتحول لقناة مرة أخرى, produces a pair of lateral recesses, يعمل جيبين جانبيين اسمهم laryngeal ventricles, وعلى أطراف laryngeal ventricles يبدأ يظهر لنا true والfalse vocal folds اللي حضراتكم المفروض خدتوها في محاضرة اللارينكس. يبقى أنا عندي كونت التي شيب بتاع laryngeal inlet, الكافيتي نفسه يحصل فيه proliferation من epithelium ويقفله تماما, لما يرجع يكانالايز يعمل حفرتين على جوانب اللارينكس بنسميهم laryngeal ventricles, وعلى اللارينجيال فنتريكلز بنشوف الفولس وترو فوكال فولس تايب. بعد كده المسلز بتاعت اللارينكس, بما ان احنا قايلين ان هي درايف من الفورث والسيكس فارينجيال ارشز, فكل المسلز بتاعت اللارينكس ار انيرفيتد باي برانشز اوف ذا 10th كرينيال نيرف اللي اسمه الفيجاس. الفيجاس نيرف بيغذي الفورث والسيكس فارينجيال ارشز, السوبيريور لارينجيال نيرف ده النيرف بتاع الفورث فارينجيال ارش, والريكرنت لارينجيال نيرف ده النيرف بتاع 6 فارينجيال ارش, والسوبيرير والريكرنت الاثنين برانشات من الفيجاس. تمام, فالفيجاس نيرف هو اللي بيغذي كل الانترنسيك ماسلز بتاعت اللارينكس اللي المفروض تتكون ليتر اون. الانوماليز بتاعت اللارينكس ايه؟ قال لك لارينجيال اتريزيا. يعني ايه اتريزيا؟ اتس ا رير انومالي. اتريزيا يعني ما اتخلقتش اصلا. Causes obstruction of the upper fetal airway, ودي طبعا fatal, البيبي ده هيتولد ما عندوش تنفس ويموت. ودي known as congenital high airway obstruction syndrome, ليها المسمى chaos. Distal to the atresia or stenosis, the lungs are enlarged and capable of producing echo, echogenic. يعني يقدر يقول لك ان الطبيب اللي بيتابع سيدة اثناء الحمل ممكن يفقس حاجة زي كده, انه بيلاقي echogenic shadow اثناء الفحص بالسونار, حاجة incompatible with life عادة, والطفل بيتولد وبيموت. الجزء المتبقي عندنا من الـ respiratory system, الـ lungs والـ bronchial tree development. During the separation بتاعت التراكية, احنا خلاص عملنا الـ respiratory bud وشفت التراكية وهي بتتكون, وقلنا لحضراتكم ان هي بتجرو او بتنمو كودلي للأسفل في اتجاه الرئتين الطبيعيتين بتوعنا. During its separation from the foregut, the lung bud forms the trachea, أنبوبة القصبة الهوائية الرئيسية, and two lateral outpocketing اللي هيعملوا later on ال bronchial buds. Bronchial buds دول اللي هتدي اللي بعد كده ال main bronchi اللي هتخش الرئتين بتوعنا. At the beginning of the fifth week, عند بداية الأسبوع الخامس, each of these buds enlarged form right and left main bronchi اللي احنا لسه قايلين عليه.
ده كده البادينج اللي كان بدأ بيحصل بالريسبيراتوري دايفرتيكولم، ده كده السبتم اللي اتكون ما بين الاثنين، دي الانابيب بعد ما اتفصلت الاسوفاجس والتراكيه، دول الاثنين بادز اللي هيطلعوا الرايت واللفت مين برونكس. The right main bronchus then forms three secondary bronchi while the left forms two. ودول اللي بالتبعية هيخلوا الرئة اليمين بتاعتنا تشمل ثلاث فصوص رئوية، كل واحد فيهم مرتبط بواحد من هذه البرونكاي، في حين ان اللفت لانج بتاعتنا فيها فصين رئويين فقط. Thus foreshadowing the three lobes of the right side and the two on the left side. يعني ده بي 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 بيرمي لبعد كده يعرفك ان كل رئة هيبقى فيها كم فصل. ده منظر التراكيه، ده منظر الاثنين برونكاي بتوعنا، وده منظر البادنج اللي بيطلع لإكويفلنت لعدد اللوبس بتاعت كل رئة. انا عندي ثلاثة في الرئة اليمين واثنين في الرئة الشمال. نفس الكلام عشان يبين لحضراتكم في الاخر المنظر النهائي بتاع الرئتين بتوعنا اكوردنج لعدد الديفيجنز اللي تمت في المين برونكاي. With subsequent growth in caudal and lateral directions, the lung buds expand into the body cavity. تبدأ البراعم الرئوية اللي ظهرت على أطراف البرونكاي بتاعتنا مع النمو نزولا للأسفل وللخارج تبدأ تخش في البادي كافيتيز. احنا كان عندنا كافيتي كبير اسمه pleuroperitoneal cavity أو pleuroperitoneal membrane بيحد التجويف الرئوي والتجويف البطني بتاعنا during the valve. فتبدأ الرئتين بتاعتنا تغزو البلورو بيريكارديال أو البلورو أو بيريكارديو بيريتونيال كنالز أو بلورو بيريتونيال كنالز من الجهة الداخلية، ولما تعمل لها الغزو من الجهة الداخلية تعمل لاير من هذا البلورو بيريتونيال ممبرين على السطح المباشر الملاصق للبرعم الرئوي، وجزء تاني يبقى بعيد عنه سنة صغيرة. The spaces for the lungs and the pericardioperitoneal canals are narrow and the lung starts enlarging into them. They lie on each side of the foregut. ده منظر البادنج بتاعنا، ده منظر دخول الرئتين بتوعنا في البلوروperitoneal membrane. ده منظر النسيج الرئوي، وهوري حضراتكم في الصورة اللي بعدها احنا بنعمل البلورا ازاي. ده منظر البلورو بيريتونيال ممبرين اللي جزء منه بيدي البلورا وجزء منه بيدي البيريتونيال. ده عبارة عن تجويف أو فراغ، الفراغ ده بيحده ممبرين داير ما يدور. يبدأ النسيج الرئوي بتاعنا اللي طالع من كل واحدة من هذه المين برونكاي يغزو هذا الكافيتي من الجهة الداخلية بتاعته. دكاترة أي حد من حضراتكم يتخيل إنه جايب بالون من البالونات بتاعة الأطفال الصغيرين، بالونات العادية خالص، مش منفوخ هيليوم ولا حاجة. وابدأ انفخ البالون ده نفخ، ولكن نفخ غير مكتمل. يعني ايه؟ يعني البالونة كبيرة وانت نفخت نصها بحيث ان السطح الخارجي بتاعها ما يكونش مشدود قوي، وجرب حط قبضة ايدك جوه البالون، اضغط قبضة ايدك جوه البالون. اللي هيحصل ان قبضة ايدك، لو احنا افترضنا ان الجزء الازرق اللي انتوا شايفينه ده بيمثل قبضة الايد، هتلاقي ان البالون في سطح من هذا البالون بقى ملاصق لقبضة ايدك بشكل مباشر ومرسوم عليها على صوابعك. اوكي، في حين ان في تجويف للبالون ممتلئ بالهواء اللي انت اوريدي نفخته ولكن بشكل مش كبير، وجزء تاني من البالون خارجي تماما لسه بلونه واضح خالص وايدك ما وصلتلوش. ده اللي الرئتين بتعمله في البلورو او البلورال ممبرين اللي احنا بنتكلم عليه. تبدا الرئتين تغزو البلورال ممبرين من الجهه الداخليه، جزء من هذا البلورال ممبرين يحيط بالنسيج الرئوي بشكل مباشر ويطلق عليه فيسرال بلورا، ده الجزء من البلورا اللي ملاصق للنسيج الرئوي، في حين ان الجزء المتبقي من هذا البلورال كافيتي اللي بعيد عن سطح الرئتين وملاصق للجهه الداخليه لتجويف الصدر، ذس از وات وي كول بارايتال بلورا، ده الجزء الخارجي منها. وما بين الفيسرال بلورا والبارايتال بلورا انا عندي بلورال كافيتي او التجويف البلوري اللي يحتوي على بلورال فلويد اللي كان بيسمح بانزلاق التو لايرز على بعض اثناء عمليه الريسبيريشن بدون ما يحصل ما بينهم فريكشن وبعض. يبقى انا دلوقتي كونت تراكيا اثنين برونكاي، كل برونكس اتقسم ثلاثه، بدا يتكون حواليه نسيج رئوي، بدا يغزو البلورا من الجهه الداخليه، جزء من البلورا احاط بالسطح الخارجي لللنج وعمل فيسرال، جزء من البلورا فضل خارج الرئتين وعمل بارايتال، في المنتصف ما بين الاثنين عندي السائل البلوري اللي بيسمح بانزلاق التو لايرز على بعض.
نفس الكلام ده منظر البيريكارديو بيريتونيال كانال اللي بيدي البلورا بتاعتنا من فوق، ده منظر الجروينج لانجز بتاعتنا وهي عمالة تخش جواها وتغزوها، ده الفيسترال بلورا من الداخل، دي البارايتال بلورا من الخارج، وده المنظر النهائي اللي احنا شفناه. The mesoderm which covers the outside of the lung develops into the visceral pleura. ده اللي كان في البلوروبيريكارديال ميمبرين. The somatic mesoderm layer covering the body wall from the inside, from the inside becomes the parietal pleura. ده الجزء الخارجي منها. في حين ان الجزء الاوسط اللي في النص او التجويف الاوسط اللي في النص بيعمل pleural cavity. نفس الكلام وزي ما حضراتكم شايفين الثلاثة layers اللي احنا اتكلمنا عليهم في الاثنين اللي قبله. During further development مع عملية النمو اللاحقة secondary bronchi divide بدل ما كان عندي primary bronchus بدأ يخش كل جوه رئة وتقسم ثلاثة secondary bronchi تفضل تنقسم dichotomously. Dichotomously يعني إيه؟ يعني واحد يدي اثنين واثنين يدي أربعة وأربعة يدوا ثمانية وثمانية يدوا 16 وهكذا. عملية الانقسامات دي بتدي 10 tertiary segments in the right lung وثمانية in the left lung. وباي ذا اند اوف ذا 6 مانث عند الشهر السادس تقريبا بيبقى عندي 17 جينيريشن اوف سب ديفيجنز بتكون اتكونت. بيفور ذا برونكيال تري ريتشز اتس فاينل شيب هاويفر ان اديشنال 6 ديفيجنز فورمد ديورينج بوست نيتال لايف. ده مش بس الولاد بيتولدوا بمجموعه جينيريشنز كبيره اللي حضراتكم شايفينها 17 عند نهايه الشهر السادس لغايه لما بيتولد، ده بيكملوا كمان 6 بعد البوست نيتال لايف يعني بعد الولاده بعد ما يتكون او يتولد تماما بيكتمل التكوين بتاع الرئتين ل 6 مور ديفيجنز بعد كده. ده منظر الدايكوتوموس ديفيجنز اللي بتتم في التيرشري برونكاي زي ما قلت لحضراتكم، واحد بيدي 2 و2 بيدوا 4 وهكذا لغايه لما بنوصل ل 23 انقسام. 17 منهم بيتموا داخل الأم وستة منهم بيتموا بعد أما البيبي بيتولد أو بيكتملوا بعد ما البيبي بيتولد. ده جدول الماتوريشن بتاعت اللنج بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين، أنا كل الأطراف بتاعت البرونكاي بتاعتي لغاية لما يطلع فيها الفيلاي أنا ما بستخدمهاش في عملية التنفس. وانس طلع عندي تيرمينال ساكس وبدأ يطلع عندي الفيلاي أنا أقدر أستخدمها في عملية التنفس. تيرمينال ساكس بتاعتي بتبدأ تظهر امتى؟ بداية من الأسبوع 26 عند الشهر السادس وبداية الشهر السابع. عشان كده كان زمان يقول لك إن الطفل اللي بيتولد عند 7 شهور يعيش، إنما قبل 7 شهور ما يعيش. دلوقتي بيعيش قبل 7 شهور بفترات طويلة بمساعدة أدوية وأجهزة تنفس طبعا. طيب أنا خلاص عملت الشجرة الرئوية من البرونكاي بتاعتي لغاية لما وصلت الألفيلاي، محتاج خطوة أخيرة اسمها ماتوريشن أوف ذا لانجز. النسيج الرئوي بتاعي ده انا ممكن طفل يتولد عندي قبل الشهر السادس ويموت، وطفل يتولد بعد الشهر السادس ويعيش، والاثنين عندهم رئه، ده عنده رئه وده عنده رئه، احنا بنبدا نكونها من الشهر من الاسبوع الرابع من بدري قوي قوي قوي. فايه اللي يخلي طفل يعيش وما يعيش؟ كلمه الماتوريشن اوف ذا لانج. عند السيفنث بري نيتال مانث الشهر السابع قبل الولاده ذا برونكيولز، برونكيولز دي كانت في نهايه الشجره بتاعه البرونكاي، divide continuously into more smaller and smaller canals. دي حاجة اسمها canalicular phase. The vascular supply increases steadily. تبدأ الأوعية الدموية حوالين هذه الكناليكيلاي تبدأ تزيد. تبدأ الأنابيب الهوائية بتاعتي يتحشر حواليها أوعية دموية. Respiration at this stage can be possible when some of the cells of the cuboidal respiratory bronchioles change into thin flat cells. مجموعة الخلايا الكيوبويدال اللي حضراتكم شايفينها بتبطن الريسبيراتوري برونكيولز، لو في منطقة الالفيلاي بدأت تفلاتن وتتحول لحاجة مفلطحة يبدأ وقتها عملية التبادل الغازي ما بين الاثنين. The cells are intimately associated with numerous blood vessels and lymphoid capillaries. تبدأ الخلايا الرئوية الكيوبويدال تبدأ تبقى فلاتن زي ما قلنا في السلايد اللي قبلها، ويبدأ يبقى فيه تلاصق ما بين الأوعية الدموية والأوعية الليمفاوية وما بين مجموعة الخلايا بتاعتي. Surrounding a space called terminal sacs أو primitive alveoli. يعني once تبدأ الأوعية الدموية تبدأ تندمج مع الخلايا الفلاتند اللي موجودة داخل الريسبيراتوري برونكيولز يبدأ يكون عندي حاجة اسمها primitive alveoli أو حويصلات هوائية بدائية. During the seventh month
sufficient numbers of capillaries are present to guarantee adequate gas exchange and the premature infant is able to survive. الطفل اللي يتولد في شهره السابع من الحمل ممكن يعيش بسبب السلايد اللي حضراتكم شايفينها، ان انا عندي كميه اوعيه دمويه مناسبه وعدد مناسب من الخلايا الكيوبويدال تحولت لفلات بما يسمح بعمليه التبادل الغازي ما بين الاثنين. في اخر شهرين من البري نيتال لايف، يعني البري نيتال قبل عمليه الولاده، and for several years thereafter لمده سنين بعد عمليه الولاده، the number of terminal sacs increase steadily. terminal sacs دي بتاعت ايه اللي احنا كنا حاطين فيها اوعيه دمويه وflattened cells من الريسبيراتوري برونكيوز. In addition, cells lining the sacs, مجموعة الخلايا اللي بتحيط بهذه الحويصلات, known as type 1 alveolar epithelial cells, become thinner, بتبدأ حجمها يبقى أرفع. So the surrounding capillaries protrudes into the alveolar sacs. ده مش بس الأوعية الدموية بتحيط بالحويصلات من بره, ده بتخش داخل التجويف بتاع الحويصلات الهوائية من الداخل. The intimate contact, الاتصال الحميم between the epithelium and the endothelial cells make what we call the blood-air barrier. تعمل الفاصل ما بين الوعاء الدموي والهواء اللي بيعدي الهواء ما بين الاثنين. Mature alveoli are not present before birth. الماتيور alveoli دي اللي احنا بنستخدمها امتى في عملية التنفس, الماتيور تماما اللي بيتم منها عملية التنفس بشكل فعال, دي ما بتبقاش موجودة قبل عملية الولادة. يتولد البيبي بإماتيور alveoli, ياخد أول نفس تتحول لماتيور alveoli. ده المنظر النهائي للالفيولاي بتاعتنا. لمفايد تيشو, ادي الادجيسنت كابيلاريز الاوعيه الدمويه بدات تبروترود, بدات تخش جوه النسيج بتاع الالفيولاي نفسها. ده ما كانش واقف بره بقى زي الكام سلايد اللي فاتوا, ده بقى داخل جوه النسيج بتاع الحويصله الهوائيه. والالتقاء المباشر والحميم ما بين الغلاف الخارجي بتاع الاندوثيليوم بتاع البلاد فاسل وما بين الإبيثيليوم اللي مغطي هذه الحويصلة الهوائية, هو ده البلاد اير بارير اللي يسمح بالتبادل الغازي ما بين الاثنين. دول الثلاث مراحل اللي اتكلمنا عليهم, بداية من الكاناليكولر اللي كانت مجموعة الديفيجنز بتاعت الريسبيراتوري برونكيولز والأوعية الدموية المحيطة بيهم. تبدأ الأوعية الدموية تقرب, تبدأ الخلايا المستطيلة عندي تبقى فلاتند ويبدأ الالتقاء ما بينهم يكون شديد للغاية بما يسمح للهواء انه يعدي ما بين الاثنين. In addition to the endothelial cells and the flat alveolar epithelial cells, another type, اسمه type 2 alveolar epithelium, we secrete what we call a surfactant. مين السرفاكتن ده؟ ده عبارة عن مادة تسمح للألفيولاي بتاعتنا ان هي تفضل مفتوحة وما يحصل لهاش كولابس, ما تتقفلش. زي ما كانوا بيقولوا مثلا المواد اللي كنتوا بتدرسوها في الكيمستري اللي بتقلل التوتر السطحي. كان زمان واحنا بندرس كيمياء وفيزياء يقول لك ان البحاره اللي في البحار الهائجه, الاماكن اللي ممكن يكون فيها موج عالي قوي, ممكن يرموا حوالين المركب بتاعهم مشتقات بترول ديزل او بنزين حوالين المركب, لان الديزل او البنزين بيقلل السيرفيس تنشن بتاع الووتر اللي محيطه بالمركب وبتقلل من حده الامواج اللي حواليه. السيرفاكتنت اللي في جسمنا عامل زي المواد المشتقه من البترول اللي بتقلل من التوتر السطحي. فما بتقلل التوتر السطحي للسطح الداخلي للألفيولاي, يسمح لهذه الألفيولاي اللي معمولة من هواء ان هي تفضل مفتوحة وما تقفلش. وهذا السرفاكتن بيبدأ يتكون امتى؟ بيبدأ يتكون في الشهرين اللي قبل عملية الولادة. عشان كده قلنا لحضراتكم ان كلمة ماتيور لانجز ما بتحصلش غير عند عملية الولادة مع اول نفس. ليه؟ لان الرئة بتاعت الطفل قبل الولادة بتبقى مليئة بالفلويدز, مليئة بالسوائل بجانب السرفاكتن. اول ما البيبي بيتولد ويبدا ياخد نفسه, تبدا جسمنا عن طريق الليمفاتكس يسحب هذه الفلويدز من الرئتين, بحيث ان السرفاكتنت هو اللي يبقى ملاصق لنسيج الالفيولاي بشكل مباشر. وقتها تفضل اللنجز بتاعت البيبي ده مفتوحه بما يسمح بعمليه التبادل الغازي. Fetal breathing movements begin before birth. الطفل بيبدا يبراكتس او يتمرن على حركات التنفس من قبل ما يتولد اصلا. ده عن طريق الاسبيريشن اوف امنيوتيك فلويد, السائل الامنيوسي المحيط بالطفل ده بيتنفسه اثناء وجوده في بطن امه. These movements are important for stimulating the lung development and conditioning respiratory muscles. يعود العضلات التنفسيه على عمليه التنفس ويساعد على النمو بتاع الرئتين. When respiration begins at birth,
most of the lung fluid is rapidly resorbed. مجموعة الفلويدز اللي كانت موجودة already من الأمنيوتيك فلويد داخل النسيج الرئوي تبدأ تمتص by the blood and the lymphatic capillaries. A small amount is probably expelled. يبدأ الطفل ده يكحه أو يرجعه بعد ما الطفل بيتولد. الدكتور بيعلقه من رجليه كده ويقعد يخبط على ظهره عشان لو عنده secretions في الرئتين تنزل بالجرافيتي أو البيبي ده يكحه ويبلعه. When the fluid is resorbed, بعد ما السوائل دي تبدأ تمتص تماماً from the alveolar sacs من الجدران بتاعة الالفيلاي, السرفاكتنت اللي احنا قلنا انه مادة بتقلل من التوتر السطحي deposit as a thin phospholipid coat on the alveolar cell membrane. يبدأ هذا السرفاكتنت هو اللي يكون ملاصق لسطح الالفيلاي بما يسمح ليها انه تفضل مفتوحة وما تتقفلش. Without the fatty surfactant layer, the alveoli would collapse during expiration. واحنا بنعمل زفير وجدران الالفيلاي بتاعتنا بتقرب على بعضها ممكن تلزق في بعض وما تفكش. دي حاجه بيسموها اتلكتسس. الناس اللي عندهم سيرفكتنت قليل بيحصل لهم كولابس في هذه الالفيلاي. الماتوريشن بتاع اللنج بتاعنا الريسبيراتوري موفمنتس بتحصل عند البيرث bringing air into the lungs. وقتها بيحصل عمليه الماتوريشن which expands and fills the pleural cavity. تبدا تملى التجويف الرئوي بتاعنا. Although the alveoli increase somewhat in size, حجم الحويصلات الهوائية بتاعتنا بيبدأ يكبر سنة صغيرة, لكن the growth of the lung tissue after birth is due to primarily the increase of the number of respiratory bronchioles and alveoli. يعني إيه؟ يعني أنت حجم الحويصلة الهوائية بتاعتك وأنت مولود ما بيفرقش كتير قوي عن حجمها فيك وأنت شخص بالغ. طب أنا رئتي بتكبر ليه؟ لأن بيحصل زيادة في عدد هذه الالفيلاي. انت عدد الالفيلاي اللي انت مولود بيها غير عددها في رئتينك وانت شخص بالغ. فزياده حجم الرئتين بيعتمد على الاثنين, زياده حجم الالفيلاي ولكن مش بدرجه كبيره, لكن زياده عددها وعدد الريسبيراتوري برونكيولز هو ده اللي بيؤدي لهذه الزياده. It's estimated that only 1/6 of the adult number of alveoli is present at birth. انت بتتولد بسدس عدد الحويصلات الهوائيه وبتكمل الخمس أسداس دول لغاية لما توصل سن الأدلتود. The remaining alveoli are formed during the first 10 years of postnatal life وبعد كده بتكمل later on. الحاجة الأخيرة في المحاضرة إن احنا نميز إزاي ما بين رئة لطفل ولد ميتا ولا طفل اتولد وعيش. قال لك دي بتفرق في إيه؟ بتفرق في الفرنسيك ميديسن. الطفل اللي اتولد وخد نفس واحد وعاش وبعدين مات ده بيفرق في الورث. اذا كان في مواريث في اسر لو اتولد طفل وخد نفس واحد بحيث انه عايش ومات ده بيفرق في الورث. طب في ولد اتولد وبعدها مات بفتره ضئيله للغايه وناس تقول لك ده عايش وناس تقول لك لا ده ما كانش عايش واتولد ميت من الاصل. نعرفها ازاي؟ الدكاتره بتوع الفورنسيك ميديسن بيقول لك ان الرئه طول ما هي اماتيور لا تحتوي على هواء. بمعنى احنا اتفقنا ان الماتوريشن بيتم مع اول نفس. فالطفل اللي ما خدش ولا نفس من رئتيه الدكاتره بتوع الطب الشرعي بياخدوا عينه من الرئه ويحطوها في جرد الميه. لو لقى ان النسيج الرئوي ده غطس تحت الميه يبقى النسيج الرئوي ده لا يحتوي على هواء, يبقى معنى كده ان الطفل ده اتولد ميت ما خدش ولا نفس. لو الطفل اللي اتولد ده خد نفس حتى ولو نفس واحد الرئتين بتوعه بداخلهم داخل النسيج الرئوي بتاعته يبقى فيه هواء. لو خدت قطعه من النسيج الرئوي وحطيتها في ميه هتلاقيها تطفو على السطح. يبقى ان احنا نعرف الرئه بتاعت نيو بون اذا كان اماتيور لانج ولا اماتيور لانج, اذا كان ولد عايش ولا ولد ستيل بيرث ميت, بناخد قطعه من النسيج الرئوي ونحطه في الميه ونشوف اذا كان بيطفو ولا لا يطفو. دكاتره في نهايه المحاضره اي هوب ان المحتوى بتاعها يكون لطيف. هي خدت مننا وقت شويه بس احنا حاولنا ان احنا نكون براحتنا فيه. ام افيلبل اللي عنده اي سؤال يقدر يسالني. دكتور انا بدي اسال. تفضلي يا دكتور. هلا في سلايد 40 كان في ثلاث صور